مساء الخير، مرحبا بكم، مرحبا بكل من اختار قناة زيتونة واختار برنامج للناس حكايات باش يبدا معنا ونبداو معاكم سهرية لحد. مرحبا بكم. كالعادة نبدا برنامجي بقصة، واليوم خليني نحكي معكم قصة اليوم. اسمه عمر، محب للنادي الافريقي، عمره اقل من 20 سنة. نهار 31 ديسمبر مشى لستاد رادس كيف صحابه واحباه ناديه الكل. النادي الافريقي ضد اولمبيك مدنين. بدات المباراة في الظروف العادية، وبين الشوطين تتقلب الأجواء من أجواء رياضية إلى صراع وشجار بين مجموعتي لوتخاس. عمر كان بعيد يتفرج، لا هو يضرب ولا هو شاغب، والأمن المتدرب على مثل هذه الحوادث واللي ماهيش جديد عليه واللي يعرف خدمته الدخل يفضل الشجار، وزاد طلب تعزيزات لعودة الأمن والأمان، وهذا اللي خلى الجمهور يهرب ويخرج من الستاد. لكن الأمن أصر على مطاردتهم، وحتى كان ما بعده وتفرقوا وتفضل نزاع، الأمن قعد يطارد في الصالح والطالح. وكان عمر من الجمهور اللي كي خاض استاد خرج والأمن بدأ يحصر فيه، لين وصل للأشجار وهو خايف مش عارف إيش يعمل. لكن كل اللي يعرفه أنه صورة الأمن اللي حصر فيه وصورة الأمن اللي حصر فيه وما هوش عارف إيش اقترف من ذنب، هي اللي خليته ما يقفش وديما يجري، حتى كان ما وش عارف الوين قاعد يجري، لنوصل مع مجموعة من الشباب الواد في رادس وواد مليان اسمه واد مليان. وهنا حسب رواية شهود عيان، الأمن يقول لهم أهبطوا في الماء، أهبطوا في الماء، ويضرب فيهم. وعمر يقول لهم راني ما نعرفش نعوم. بعد مدة يخرجوا جثة عمر من الواد، ومات عمر، وكان ذنبه الوحيد أنه في تونس وما يعرفش يعوم. الأمن والشباب شنو العلاقة بيناتهم؟ نحنا اليوم خلينا باش نجيبوا شباب بحذانا وباش نجيبوا الامن بحذانا. بلغتنا نحنا الدارجة الرمانة خلينا نفركوها مع بعضنا. الامن وعلاقته بالشباب، هذا موضوعنا لليوم في الناس حكايات. الله يرحم عمر، الله يرحم كل اللي ماتوا. مرحبا بكم في الناس حكايات. ربما لم تغير الثورة كثيراً في العلاقة المتوترة التي تجمع الشباب التونسي مع قوات الأمن، بل تذهب بعض المقاربات إلى أن العلاقة لا تزال محتدمة الصدام رغم محاولات وزارة الداخلية تقديم نفسها بمظهر الأمن الجمهوري، خاصة بعد استجهاد عدد من عناصرها بيد الإرهاب. وفي نفس الوقت لا يزال القضاء يبرئ الأعوان المتورطين في أحداث قتل المتظاهرين في الثورة. هي مفارقة عجيبة يجد فيها الشاب التونسي نفسه في صدامات مباشرة مع قوات الأمن، والذي يعتمد أحياناً القوة المفرطة لتفريق بعض التحركات نظراً لأعمال الشغب التي يقوم بها بعض الشباب أثناء التحركات الاحتجاجية، وفي حين آخر يلتجئ للصمت وحراسة التحركات ومراقبة المتظاهرين من بعد دون أن يحاول الاشتباك معهم في محاولة إلى استمالة النشطاء والمجتمع المدني الذي ندد كثيراً بممارساته القمعية ضد الشباب المتظاهر. وفي الوقت الذي يرى فيه بعض الشباب أن أغاني الراب هي نقد للواقع الذي يعيشونه وفضح لبعض الممارسات اللامشروعة المنسوبة للأمن، وفيما يرى العديد أن العلاقة ستتغير لسيما بعد محاولات الأمنيين التبرأ من حقبة الاستبداد وتقديم أنفسهم كأول ضحايا لنظام بن علي، وخرجوا في مسيرات كسبا لتضامن المواطنين ومحاولة لتصحيح العلاقة معهم. فالعلاقة تطورت في الاتجاه الصحيح، لكن مسار التصحيح بقي متعرجا متراجعا في بعض الأحيان، وعادت الاتهامات للتبادل بين الشباب الجامح للتغيير ورجل الأمن الذي تقوده مقاربات تقليدية لحفظ الأمن. ولعل ضعف التكوين وهشاشته لم يساعد على تغيير عميق لتعامله مع المواطن. الشباب والبوليس في تونس، أي علاقة؟ شنو سر العلاقة المتوترة بين الشاب التونسي والأمني؟ هذا وأكثر تلقاوها اليوم في برنامج للناس حكايات. التعامل الأمني مع الشباب، هذا موضوع حلقتنا لليوم من الناس حكايات. نستنى تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع البث اللي تلقاوها على صفحتنا عبر الفيسبوك، تلقاوها بطبيعة على قناة الزيتون على الفيسبوك، ولا برنامج أو بليتو صفحة البرنامج للناس حكايات. مرحبا بكم، شكرا على تفاعلكم في الحلقات السابقة واقتراحاتكم للمواضيع. وحاجة تفرحنا وتشرفنا أنه نلقاو برنامج للناس حكايات قاعد ينقل
في حكايتكم وين ما كنتم. حاولوا نجتهدوا في كل حلقة ونختاروا موضوع من المواضيع اللي يعيشوها التوانسة الكل، وأكيد التوانسة الكل عنا معاملات مباشرة مع الأمن. أنت في كرهبتك باش تخرج بطاقة تعريف باش تمشي للمركز، بامبورت شنو قاعد تعمل او شنو ناوي تعمل، اكيد جدا باش يكون عندك علاقه او تعامل مباشر مع الامن. فخلينا اليوم اخترنا فئه الشباب ونركزوا معاهم، وركزنا اكثر على الكوره، ركزنا اكثر على الراب، ركزنا اكثر على الطلبه، واللي شفنا زاد مؤخرا بعض احتجاجات لبعض الطلبه، اللي سمعنا برشا رابوريت غناوا برشا على الشرطه وعلى البوليسيه، وزاد كيف كيف لي كراكاج وفي لي فيراج سمعنا برشا مشاكل تصير ما بين الشباب وما بين الامن. اليوم خلينا نفضوا الحكايه هذه، خلينا نطرحوا الحكايه هذه، خلينا نحاولوا بلغتنا نحن نفركوا الرومانة. باش يأسس حلقتنا لليوم كل من الضيوف اللي حضروا بحضرنا نستقبلهم، ايمن الجاتري امني ورئيس منظمه امن شباب تونس، مرحبا بك ايمن. مرحبا بهدي. مرحبا. زاد كيف كيف مروه المدب يحث في علم الاجتماع، مرحبا بك مروه. ومن الشباب امل عاشوري طالبه بكليه العلوم القانونيه والسياسيه بتونس، امل مرحبا. مرحبا عايش. ومغني الراب يوسف البرهومي، مرحبا بك. مرحبا بك عايش. مرحبا بكم الشباب ايمن ومروه، باش تكملوا معنا حلقتنا لليوم، لكن باش نبدا مع الشباب في جزءنا الاول، فخليني نتوجه لكم انتم ونبداو نحكيو مع بعضنا. خلينا نبدا بك انت امل، انت كطالبه خاصه في خلينا نسميه الفاك نتاعك سخونه برشا، هو لا ما بين النقابات اللي فيها وما بين برشا احتجاجات وبرشا حركات، وممكن الامن ديما يطلع عليكم، صحيح ولا لا؟ صحيح. خلينا نرجع معك شويه لرواق الجامعه، ولا ممكن تصير اكثر خارج الجامعه، اهم الاحداث اللي تعداوا عليك وانت قاعده تقرا، اهم لي مومون اللي شفت فيهم مواجهه كبيره ما بين الطلبه والشباب، احكي لنا مالها. هو الحقيقه انا ملي دخلت اول عام عندي في الفاك معناها بديت المشاكل ولا نقولوا المواجهات مع الامن. انه اول حاجه مثلا تلقى اللي في الفاك من اصله مثلا يلتجئ ساعات للامن كي يكون حتى فما مناوشات بين الطلبه وكل، واللي الامن ما يقصرش في التدخل نتاعو، معناه التدخل مالوغوزمون يكون ديما عنيف، معناه هو يلتجئ للعنف قبل كل شيء. الحاجه الثانيه اللي هو في المظاهرات نتاعنا ولا في الاحتجاجات اللي خرجنا فيهم المتعلقه بالقانون 345 اللي هو المتعلق بالالتحاق بمناظره الالتحاق بالمعهد الاعلى للقضاء. دونك خرجوا الطلبه معناها فاس الاجراء التعسفي، معناها يحرمنا نحن من الالتحاق ولا من المناظره نتاعنا، خرجوا الطلبه احتجوا في الشارع معناها وقدموا مطالبهم قدام وزارة العدل، معناها اللي هو خاطر القرار هذا صادر عن وزير العدل معناها السابق وقتها. دونك مرعنا انه الامن في هو ك معناها نعرف اللي هو ماخذ معناها اوامر بانه يفض الاحتجاج، انه نحن في وقت معين قعدنا واستنينا والامن معناها واقف في بلاصته ويحمي فينا ويحمي في مقر السياده كما نقولوا اللي هو معناها وقتها في باب نيت. دونك نعرفوا اللي هو وقتها قاعد يحمي في ممتلكات الدوله، انه في لحظه من اللحظات نقولوا نحن الوزير ما استجابتش لطلبنا، وفي لحظه من اللحظات خذوا اوامر انهم باش يفضوا الاحتجاج هذاك، ورينا معناها عنف مسلط على الطلبه، رينا معناها ضرب، رينا انه نحن حق من حقوقنا كطلبه نمارسوا في حق احتجاج بعد الثوره، انه باش نخرجوا باش نحتجوا باش نطالبوا ما طالبنا، نلقاو روحنا نسينا القضيه اللي خرجنا على خاطرها اللي هي معناها اللي هي احتجاجنا على الفلا على المناظره هذه، ونلقاو روحنا وليت مشكلتنا مع البوليس اللي احنا ما عندنا معاه حتى مشكل معناها. كيفاش صنعت المشكله لهنا؟ دونك تلقى انه الامن وقت اللي يجي باش يفض الاحتجاج يفضوا بطريقه تعسفيه، انه جاي يضرب فيك ما عادش يرافيك انت ما عادش يرافيك انت كانسان، يرافيك انت كاوبستاكل، وقتها يرافيك انت كاوردر توجه له، لازم هو يفض البلاصه هذيك وينظفها ويكمل سويعه ويروح على روحه. انا نتفهم انه كيما انا قاعده من الصباح وقاعدة معناها نعيط ونصيح، كما هو واقف زادة قاعد يأدي في خدمة معينة نتاعو، انه هو لا يرافيك كأنك مهرج معناها جاي وقتها تقلق فيه
وهو قاعد يخدم في خدمته. اوكي انا مانيش باش نتحمل مسؤوليه الاوامر اللي هو جيتو باش يمشي يلتحق بالبلاصه هذيك ويامن ولا باش يحمي. معناها انت عندك باش تحمي ممتلكات ولا باش تفض احتجاج، تحاول معناها المحاوله الادنى انك تكون تتصرف مع العبيد اوتخومون، انك انت تحترم هذيك راهو عنده حرمه جسديه، انك انت ما تمشيش تلتجا للعنف باش تفض عليك احتجاج. اوكي زيد الراء اللي الطالب ولا زملائي ولا اللي هما من حسب الاحتجاجات اللي خرجت فيها انا وحضرت، انه الطالب زيد ينسى اللي هو خارج يدافع على مطلب معين ويسيب القضيه الاساسيه ويشد اكل بوليس اللي قدامه. معناها كاستفزازات، كأنت أنا مستويك خير منك، كأنا طالب جاي لهنا قاعد ندفع على حقوقي كطالب، أنت بوليس. يعني استفزاز متبادل، يعني استفزاز متبادل أنك أنت ما فهميش علاش بتستفزوا. الأمن هذاك راهو جاي قاعد عنده 8 سوايع خدمة جاي يخدم فيهم، ماذا بيه الحكاية تتفز، ماذا بيه أنت مطالبك تتحقق وتروح على روحك فرحان وهو يروح على روحه. معناها ماهوش لهنا جاي، ما نصورش اللي فما أمني في تونس جاي لهنا يحب يضرب ولا يحب يهاجم إنسان. معنى ماذا بينا أنه أنا نتمتع بحقوقي كمحتج ونتمتع بحقوقي باش نعبر على رأيي وباش نعيط وباش نقول شنو مطالبي، وماذا بيا زاد الأمن يقف ويأمن وما تصيرش فما معناها المناوشات هذه وهو يروح على روحه وأنا روح على روحي. معناها وتبقى مشكلتي الأساسية مع منظومة معينة ومع حكومة معينة ومش مع كالبوليس هذيك. أنت قبيل أمل قلت لي فما معناتها ماهوش ذنبي أنه كي يطبق الأوامر تكون أوامره هكا تطلب منه التعسف. كيفاش أو بلوتو أوصف لنا بعض المشاهد اللي صارت، أقصى الحاجات اللي استعملهم والأخي بالحاجات اللي استعملهم الأمن في الردع وإلا في المهاجم ولا كيفاش تحب تسميها؟ هو مثلا احنا معروفة عنا في الاحتجاجات انه البنات ديما تقف من قدام. يعني في الاحتجاجات تلقى البنات يقفوا في الصف القدامي، دونك يكون فاز للأمن ديريكت. دونك معروفة هذه حتى عند المحتجج انه كي نبداو واقفين ثم تصير حوارات بيني وبين البوليس مثلا، كسوسوا في ابعد ارجع وكل. مثلا البوليس يراك فيزي انت كطفله ذيك وقت اللي هو مازال ما عندوش الحق ولا ما خذاش الحق لوردر انه يضرب، انت قلت له كلمه قلقته انت ما عجبتوش. انت كي ياخذ لوردر باش يفض الاحتجاج ديريكت يجيك لك انت لك الانسان هذاك اللي يتكلم ولا بالنسبه لي هو شافه قبيح ولا شافه مستفز يمشي له ما بين الناس الكل باش يضربه. معناها تحس انه فما غل. فكالاربع سوايع اللي وقفناهم عنده انسان فيزي باش يمشي له بالذمه وباش يضربه هو بالذمه. معناها من دون الناس الكل. دونك فما حاجات تدخل فيها نفسيات ولا تدخل فيها ما عجبتوش ما جيتوش ما لوغتي كانت مستفزه. يغيب فيها القانون صح، معناها يتغيب فيها القانون وتدخل فيها النفس انا كيما يقول المصري. فوالا اللي هي نسميها في القانون التعسف في استعمال الحق، انه هو يتعسف هو عنده الحق وقتها باش يفض الاحتجاج جاه الاوردر انه يفض يتعصف في استعماله يولي تحسه حاجه خارجه من داخله هو، من انه حتى كان ينحي زي وقتها وتعاود تعطيه مره اخرى لوردر يجي يضرب. معناها ما عندوش شواء اخر، ماهوش منجم يفرق بين انت مواطن وبين انت كونك بوليس. معناها عقليه البوليس تسيطر عليه وتسيطر على نفسيته. زاد مؤخرا كنت في احتجاجات للمحامين وصارت كليت بعضها بلغتنا انا، شو صار؟ اسكو نفس الاحداث اللي كانت مشابهه مع الطلبة تكررت مع المحامين؟ هو الحقيقة مثلا هما هذوما المحامين اللي خرجوا وقتها، دونك خرجوا على خاطر ينادوا بالاعتداء اللي صار لزميلتهم نسرين في مركز شرطة في المروج. دونك هي دخلت طالبت بحقوق يتمتع بها منوبها على حسب القانون خمسة، معناه اللي هو هذوكم حقوقه داخل المركز. دونك هو مشيت تطالب، هما معناها وقتها في بالي القضية نتاعو ولا التيتر نتاعو خرج اللي هو مشيخ فما خلع ولا فما حاجة. دونك هي قالت لهم علاش ما تعملوش معاينة، وين الخلع وين حالة التلبس. دونك احتجدوها فكلها تليفونها، هذا على حسب الرواية اللي خرجت معناها واللي على أثرها هي المحامين خرجوا. دونك اعتديوا عليها بالامن في بالعنف في وسط المركز الكل، اللي هي على اساس خارجه وقتها باش تنوب ولا باش تدافع على حقوق منوبها، تلقى روحها وليت هي زاده حقها مهضوم وليت حتى هي زاده
معني قاعدة تتضرب في وسط مؤسسة أمنية. من بعد كي خرجت مظاهرات زيدا خرجوا أمنيين يدافعوا على حق زميلهم اللي توقف في المحكمة وطوقوا المحكمة وخرج السيد زيدا معناها خرج بعد ضغط من الأمنيين هون نقول. دونك أنت كأمني تجي تشوف تلقى روحك ساختة ماما خرجت واحتجيت خرجت وقفت قدام القصر مثلا قصر الرئاسي في وقت كان المرحوم بيجي قاعد سبسي خرجوا الأمنيين وقالوا لي عندهم طلبات واحتجوا وسكروا الكيس. دونك علاش ما تحطش روحك انت في بلاصتك المواطن اللي خرج يحتاج كيفك اوكي انت زيد لقيت الاحتجاج حاجه من السبل اللي تخليك توصل صوتك ولا دونك لازم الامن يحط روحه يخرج شويه ما كل كادر اللي عملوه له الصغير هذيك ولا يفهم بوفوارو ولا يفهم بوفوارو ويخرج ما كل كادر نتاع انك امني راك مانيش عدوك وما لازمنيش نخاف من كلمه بوليس وما لازمنيش نخاف من كلمه قانون. هو القانون صحيح إلى للردع أما القانون زاد يحمي لي حقوقي ويحمي حقوق الأمني. وكما الأمني خرج وندد وعمل زاد وقفات على القانون الزجر الاعتداء على الأمنيين. دونك أنت تعرف اللي القانون الحاجة الوحيدة اللي تحميك. دونك أضمن لي أنا الساعة كمواطن اللي أنا نجم نخرج ونحتاج ونروح ولا في أمان واللي أنا مانيش أوبليجي باش نخرج نعرش الاستاد ولا نخرج نحتاج ومن بعديك يطبق نخرج نروح مضروب ولا روح أنا باش نسألك من بعد أمل ونصغل اختصاصك بما أنك في معناتها في سلك القانون معناتها تقرأ في القانون وكل حب نعرف من عندك شنو رأي اللي تقرأ فيه هل يبرر القانون بعض ممارسات الأمنيين ولا لا؟ لكن نقبلها باش نجي نعمل طلع على يوسف. انت عمل في العشرينات هكا ولا في العشرينات شنو هو الامباكت او شنو هو الاثر اللي يخليك تشوف ممارسات كيف هكا؟ معناها انت في بلاد في بلاد القانون وبلاد شعارها من قبل الثوره بالامني والامان صح ولا وتشوف انه انت في بلادك وشرطه في خدمه الشعب وليست على عينيك بتبيع ماش قاعدة تخدم في الشعب كانش قاعدة خدمة الشعب عندها تفسير آخر شو الامباكت اللي خليها بي. هو احنا ساعة الجينيراسيون بتاع العشرينات نقولوا نحنا من رحم الثورة خرجنا معناها خلطنا اول حاجة في الانفونس متاعنا خلطنا على انه لقينا مع اخواتنا الكبار ولا وليد حومتنا خرجوا وتمردوا كما نقولوا على نظام معين نظام المعين اللي كان هو بيدو كما يقمع في المواطن يقمع في البوليس ومن طن لقينا اللي المنظومة سوى ديزون ولا سياسة تبدلت أما الأمن قعد متشبس في الفكر متاعه متاع ما قبل الثورة ولا في الفكر النوفمبري القديم اللي هو راهو الأمن مكروه الأمن لازم كي نخرجوا نحن نضربوه وهو يضربنا واللي اوكي نحن رانا الامن ما نجموش نستغنيو عليه معناه ما نجموش انا كي نخرج في وقفات احتجاجيه الامن قاعد يحمي فيا من مندسين من عبيد تدخل في وسطنا من عبيد الامني في وقت الثوره كان ما جاش فما امن كنا نجمو ندخلوا في حاله فوضى كنا نجمو ندخلوا في حاله تسيب تاع اي انسان عادي في شطحات في سيتياسيون خايبه ديريكتومون الشرطه باش يطلب الشرطه معناها احنا ولينا في علاقه قطيعه مع الامن اللي هو ديما حاطينه من قدام انا ما نجمش نوصل للوزير باش نخرجوا ونقول له اللي نحب نقول له عليه ما نجمش نخرج الرئيس الحكومه نطلع له في برج العاجي ونقول له راني انا مش عاجبني هذه وهذه نلقى الامن اللي هو يحمي في مقر السياده هو اللي قدامي وتحسوا ساعات يدافع في مدافع الشرسه معناها يطبق كانه هو ما نعرفش هذيك حاجه تخصه اخك هو قاعدين يهضموا له في حقه اكثر مني انا ذاك ساعات في المظاهرات تخرج تلقى ما نعرفش يقولوا لي يا بوليس يا ضحيه يجي شارك في القضيه دونك بالحق يخصدوا فيها خاطر البوليس من اول العباد اللي قاعد يتظلم بسبب منظومه تتبدل الحكومات ويتبدلوا السيادات وتبقى البوليس هو نفسه نتاع يطبق القانون نتاع يضرب في العباد نتاع نتاع هو نحن في دولة نظر. بوليس وجهة نظر أمال يعطيك الصحة خنجيك يوسف كمغني راب وشفنا دور الراب في الثورة وشفنا حتى قبل الثورة اللي ما كانش مشهور برشا لكن بعد الثورة تشهرت برشا ولا توندونس ولا الناس الكل يلقاو المتنفس هذا باش انهم يعبروا عن آرائهم باش يعبروا عن أفكارهم غناية اللي خرجت قبل الثورة وكان اللي كنا نسمعها تحت الحيط كما قلوا بالسرقة العبيد في التركينة اللي كان تحكي برشا على الشرطة وعلى البوليس فخلينا نصغل حضورك بحذانا كرابور شنو هي الحاجة اللي تخلي معناها شاب تونسي في مقتبل العمر عنده نوع ما هكا بعض النقاط السوداء ضد الشرطة فيعبر فيهم في غناية راب
من المعاملة السيئة كالمعاملة لفظية، معاملة مادية، كل معنات كان معاملة سيئة. ما نجمش يقول لك مثلا توقف عليك ولا بلغة مسمحة أعطيني أوراقك أعطيني كذا، لا، وبلغة قاسية ما نجمش. في برشا حالات ما ينجمش يبدا بتربيه ولا يبدا كان بحاجه قاسيه بلغه خايبه اللي تلز انت مثلا تغلط معها باش تولي عندك مشكله، باش تولي برشا مشاكل تجر عليها برشا مشاكل، تولي كره، تولي برشا كره. انت شاهد قدامك معاملات هيك؟ اي برشا معاملات معايا مع اصحابي مع العباد برشا، فين ما تحرك تلقى معاملات سيئه. حكينا هكا حاجه حادثه صارت معاك، موقف صار معاك مره حتى مع شكون من اصدقائك؟ والله مرة داخل الاستاد نستنى باش نستنى قدام الباب باش ندخل على روحي، واقف راضي بروحي واقف نستنى في شكون باش يدخلني، تلفت كليت كف درت قلت شفما تخيل شفما، قال لي قلت لك واخر ورا البارير. علاش كف واخر ورا البارير؟ معناها اللي كان ينجم يطلب منك واخر ورا البارير بكل ادب، هو ديريكتومون ضرب. ما تعرفوش بعضكم من قبل؟ ما نعرفوش بعضنا جملة. لا. أول مرة تتقابلوا؟ أول مرة نتقابلوا. وبعد ما قام بالعملة هذه كيفاش تصرفوا معك؟ ما يحكيش معك، كان أنت باش تحب تاخذ حقك ولا تدافع على حقك بالطبيعة باش يتكت معناها باش يدوروا برشا عباد ما عادش فما حق. معناها يحس روحه كيما نقولوا ماهوش وحده. وأنا بوفواري هذيك كشرطي وهذاك اللي كنت بيه وكان أنا عندي الحق. انا عندي الحق ما يعني. وهذه تقريبا مش كان عليك انت، صارت على برشا عباد، على الناس كل نعيشوا بطبيعتنا. كان خلى الناس كل حتى تقول له صباح الخير ما نرجعها لكش فرحه ولا بضحكه ولا ديما فما عصب حتى يخدم متغشش حتى كذا، ديما فما اللغه القاسيه واللغه الصعيبه. ترى في الاغنيه متنفس انك كي تحكي على قضيه كفناك هكا ولا معناتها فما كيما نقولوا ديفولي، فما دي شارجي كيكو شارج نيجاتيف، فما ميساجات توصلهم، علاش تركز في غنياتك؟ على الميساج، انه كي نوصل ميساج لازم العبد اللي نوصل له الميساج يصلح من روحه. يفهم الغلطه نتاعو، يفهم شنو هو قاعد يعمل، كيفاش يضر في فلان، كيفاش فلان يحس كي يتعامل معه هكا. مثلا كان جا اخوه ولا أخته ولا ولده ما ينجمش يتعامل معه هكا، ولا يجي شكون آخر يتعامل معه بطريقة خايبة ما ينجمش يعديها. هو يعديها مع عباد آخرين، معناها يعطيه همه في روحه في عائلته ما على باله بحتى حد. كهو ما تراش إنه ساعات ونت مو خلينا نحكيه وزادة وممكن نشوفوها توانسة الكل، ما تشوفش ساعات إنه بعض الرابور يستفزوا هما بالشكر التيتر متاعه يضرب باش إنه غنايته تتبرتاجها برشا، وشفنا حتى تسميات معناها وفما شعارات تخرج ضد الامنيين. دونك ما تراش انه بعض فما لي رابور يستفزوا الشرطه ويستفزوا هو الباهي والخايب أمن. في كل بلاصه يعني اما بطبيعته الخايب عندنا اكثر من الباهي. معناها كي باش تحكي كان جا فما برشا باهي راك باش تحكي في غنياتك ولا باش تحكي على الباهي باش تسمع الباهي، فوا باش ترى برشا خايب راك باش تحكي على الخايب، ما تنجمش توصل معلومه مش في بلاصتها. صح، تحكي في الواقع راك باش تحكي في الواقع، الخايب الكل باش تحكيه باش توصله ان شاء الله تولي فما صداقه وفما حب، ما فماش الكراهيه ونوليو نتعاملوا مع بعضنا بالباهي. انت كي غنيت على الامنيين كيفاش كان الريبونس؟ جاوبوك والا خلاوك اون سيكوريتي ما قلقوكش؟ ما يقلقوش خاطر يحسوا بيعرفوا رواحهم، اللي يعرف روحه مثلا كي توجه له هذيك يعرف روحه. فما اللي يكلموك العباد اللي تعرف روحها خاطئه يقول لك كيفاش، قول لي كيفاش، خاطر كي يبدا فما عبد باهي اللي باش يقعد بحذاهم بطبيعتهم يكونوا باهين، فما عبد خايب باش يلز لك الخايب وباش يعمل برشا معناها. انت عائلتك تسمح لك انك تغني غنيه كيف هكا ولا؟ انا عائلتي امنيه. عائلتك امنيه؟ سمعتوا معايا ولا لا؟ معناتها انا نحكي ترش عملي ولا عملي اكل كي تعرض لك الفيديو صدمه كبيره. نفس الشيء انا طب معناها تو انا نحكي انا وياك مقبله وعلى غنيات اللي نكلاشيو فيها في الامن، وبعد تقول لي انا عائلتي امني. ما تربيت في حاجه، كي كبرت خرجت للشارع لقيت معاملات اخرى، لقيت حاجات اخرى، لقيت الواقع حكيته. فسرها لي الصوره هذه، فسرها لي. تو انت معناها ولد عائله امنيه، شكون في الامن من عائلتك؟ الوالد والوالده الزوز هذا معناها به انت زوز عائلتك امك وابوك شاء الله ربي يحفظهم في الامن. وانت في غنياتك كلاشيت وما لقيت ضربه ضربت كيما نقولوا، صح ولا
علاش علاش لقيت ما لقيتش باش نسالك على خاطر حتى خاطر تعديوا عليا دي معناها تعديت علي مراحل نتاع اني تحسيت من العباد كيفاش عاملتني اني انا صغير نورمالمون يفهم انه فما صغار لازمك تعاملهم بمعامله سمحه بار حتى صغار اي بشر لازمك تعامله بمعامله سمحه وتنتظر منه كيفاش اذا عاملك هو بمعامله سمحه ما هو نورمال ما عاملكش هو بمعامله سمحه باش تتلز انت ما تعاملوش بمعامله سمحه وباش تحكي عليه وباش تنقده وباش تخليه يصلح من روحه معناه انت شفت في عائلتك المعامله او الصوره الطيبه عن الصوره الطيبه الصوره الطيبه في الشارع شفت الشارع جمله اخرى يعرفك ما عندك حد تاكلها ما عندك حد راك انا هنا نفهم من كلامك يوسف انك زاد حتى في غنايتك لا معناتها كيما ما تعممش ما نعممش ما تعممش وكل كل واحد يعرف روحه الباهي يعرف روحه والخايب يعرف روحه عائلتك شنو بلوتو كيفاش نجم ترى دور العائله في المعنى كيما نقولوا في تهيئتك انت كشاب كيفاش اسكو كيفاش يحطوك على الثنيه يقولوا لك راهو الشرطه كيما بلغتنا نحن شرطه في خدمه الشعب كيفاش تتعامل مع الامنيين كي تبدا تحكي مع شكون تقول له راهو انا بابا وامي امنيين والا لا كيفاش ما هو الواحد كيكون صغير باش بالطبيعه باش يسمع كلام دارهم باش اللي باش يقولوا له دارهم هيك هو باش يمشي بنظريه دارهم مازال ما يعرفش وان فوا خرج للشارع باش يرى معاملات كان انا ريت معاملات سمحه وكان ريت حاجات باهية اللي ما تخليش الكره راني حكيت عليها هي باهية أما أنا ريت الخايب ريت معاملات سيئة حكيت عليها خليني ناخذ منك من غناية من غناياتك شنو أو بليتو فماش حاجة قلتها في غناية من غناياتك فيها ميساج للأمنيين خلينا نبارتاجيوها توا للناس الكل شنو الكلمة تحب توصلها باللي وصلتوا عملتوا باهي مغطيهم شومكم باللي وصلتوا عملتوا باهي مغطيهم شومكم باللي وصلتوا عملتوه باهي باهي راهو المشوم نتاعكم هو مغطيه. اللي مغطيه وبطبيعه نعاودوا نذكروا انه ما نعموش كيما فما الباهي فما الخايب اكيد في المجالات الكل يوسف يعطيك الصحه نرجع نحكي معك انت وامل باهي امل قبل ما نتعدى لضيوفي القانون ساعات يبرر بعض الممارسات والا لا في 30 ثانيه بطبيعه خاصه الممارسات اللي يقوموا بها بعض الامنيين نحكيوا عليهم من الصنف الاخر ماناش نحكيوا على الشرفاء بطبيعة على خاطر هو بطبيعته القانون يقول لك اللي هو سلطة ردعية معناه هو يفهم حاجات يبرئها القانون يقول لك اللي هو سلطة ردعية اللي نحن لازمنا الردع كما هو القانون يدافع على حقوق وحريات كما هو زاد سلطة ردعية لازم الناس تخاف منها والبوليسية كسلطة تنفيذية عندها معناها كما نقولوا مشرع باش تطبقوا هي على كيفها معناها وكما قلت لك نرجع مرة أخرى للتعسف في استعمال الحق إنه فما قوانين معينة معاتية الحق للبوليس انه يطبق حاجات فيها كما نقولوا وجهه نتاع عنف بحجه انه قاعد يردع في المواطن. يعطيك الصحة مل خلينا تو ندوروا من الجهه الاخرى نجيو للامنيين. كنا نسمعوا في الشباب شنو قال واكيد ايمن كامني على عينيك ماذا الكل والامنيين الكل يعرفوا حتى كان فما تجاوزات يعرفوا حتى كان فما حاجات صحيحه بالطبيعه يعرفوا. خلينا نبدا معك وين كنا وين اصبحنا؟ يعطيك الصحة فادي مشكور على الاستضافة ومرحبا بضيوفك. هذا هو معناها أنت تحب معناها تسمع وجهة نظري بواجب التحفظ كأمني ما نجمش باش نحكي أما باش نحكي بواجبي كرئيس منظمة أمن شباب تونس اللي أهدافها تحط على عاتقي مسؤولية كبيرة اليوم ونتأسف برشا كي نسمع اليوم شباب في مقتبل العمر كما هكا يوصلوا ميساج ونفرح زادة أو ميم طون اللي اليوم كأمني نمثل معناها المؤسسة الأمنية جون وقاعد مع اللي جون توانسة كي وقاعدين نسمعوا في بعضنا ونوصلوا وهذا بتبيع الفرحة وين اللي تونس هي الرابحة في الأخر صح. من هذا الكل يعني اليوم كي نلقى إعلامي شاب كي نلقى أستاذة في علم الاجتماع كي نلقى طالبة في الحقوق شاب مغني راب كما هكا وبالرغم اللي هو من عائلة أمنية مشكور يقول لك راني الراف الباهي والراف الخايب لكن من دوري واليوم مسؤوليتي مش على خاطر أنا من عائلة أمنية فقط راهو من دوري زادة باش نساهم في الإصلاح اليوم احنا هذا تقريبا اللي قام بها اللي حاول يقوم بها يعطي الصحة مشكور ومشكورة عائلته اللي خليته يمارس في حقه للتعبير ويسال معناها وجهة النظر نتاعو واحنا اليوم في دولة القانون والمؤسسات تكفل حق الاحتجاج بالنسبة للصديقة اللي كانت تتكلم تكفل حق حرية التعبير بالنسبة للصديق زاد اللي كان يتكلم وتكفل زاد لنا احنا ممارسة حقنا المشروع في العمل النقابي العام الجمعياتي
ونعاود ديما نوجه تحية وكل الشكر للمؤسسة الأمنية اللي خلاتنا اليوم نتواجدوا في فضاءات هكايا باش تكون بتبيعة الرابح الكبير اللي هو علاقة متجددة علاقة تصالح وعلاقة بناء بالنسبة للمؤسسة الأمنية وجميع القطاعات الأخرى وجميع الشرائح العمرية وخاصة كما قلت لك نرجع لسؤالك وين كنا وين صبحنا كنا في عهد خايب وبائد ونظام واليوم ولينا في أموا عدنا حرية التعبير أموا نجمو نحكيه أموا نجمو صلحه أموا نجمو تتكاتف جهودنا باش نقفوا لتونس ونقفوا بها إن شاء الله. لكن الممارسات موجودة من قبل أكيد الممارسات ومازلت باش تتواصل اليوم في أحد الدول كنا وين صبحنا خاطر كنا قبل كنا نعرفوا التصوير وكنا فيها قبل كما قالت قبيلة أمل أنه تقريبا حتى الأمنيين كان مسلط عليهم بعض أكيد جدا الأوامر. اليوم هذا اليوم كما قلت لك تقول لي وين كنا وين صبحنا أكيد جدا عندنا طلبات وعندنا حاجات وعندنا هدف نحبوا نوصلوا له وكي اليوم تحب تعرف وين وصلنا تجم تقارن تونس بالدول المتقدمة وظاهر لي تونس اليوم تعتبر من خيرة الدول اللي قاعدة تتعامل معناها بالقانون وتتعامل لكن شنية المشكل بتبيع ديما يقعد في الممارسات وديما تقعد معناها في التواصل اللي معناها للأسف ما زالت ما وصلتش معناها وليت علاقة متينة الروابط هذيك ما زالت معناها ما هي الشكل قوية برشا وإحنا بتبعتنا كدورنا في المجتمع المدني مهمتنا ربط جسور التواصل بينات المؤسسة الأمنية وبينات الشباب وخاصة معناها نحاولوا نوصلوا ونكونوا نحن همسة الوصل ونحاولوا نغيروا وبتبيع ما تعرف فادي احنا كمجتمع مدني ما عندناش برشا عندنا 5 سنين احنا كمواطن معناها قابل لفكرة الثورة وما بعد الثورة وما قبل الثورة مازلنا معناها مانيش أكل مستنسين حاجة جديدة وإن شاء الله تعطي الأكلة متاعها في المستقبل هنا أيمن ما تحسش أنه فما أزمة ثقة ما بين الأمن وما بين المواطنين الكل بالأخير من غير ما نخصص كان الشيء الناس كلهم عارفين أزمة ثقة بينات المواطن وجميع مؤسسات الدولة مش موجودة كان مع خلينا مركزين مع الأمن تو فقط خلينا هي شنية هي فكرة مسلطة معناها في ذهن التونسي بصفة عامة للأمن يمثل الدولة ويمثل الحكومة ويمثل وما يقولوش أمني يقول لك الحاكم اليوم عندهم نظرة أخرى بالنسبة للمؤسسة الأمنية ونحن اليوم نحبوا نسعوا باش تتبدل النظرة هذيك اليوم عندنا فكرة متاع البيج برادر في كل حومة اللي هو بوليس بروكسيميتي اللي قلناها وقداش مرة حابين نختم عليها مش اسمح عليه الأمن طريقة جديدة في التعامل بينات الأمنيين وبينات الشباب كوميونيكاسيون كبيرة قاعدة تصير المعالجة اللي تتولي للجرائم بالتوعية بالتحسيس بالقرب وهذا هو معناه هو هذو بعض الحلول اللي انتم تطرحوهم بالطبيعة اللي نخدموا بيه بالطبيعة وزارة الداخلية اللي نحبوا بعض نوصلوا لهم ونحبوا كما نقولوا نفسروا لهم حل كان الزم باش نسأل حتى الشباب على اقتراحات بعض الحلول اللي راهم لكن لكن على حسب كلام الشباب قبيلة تأكد أو تأيد اللي قالوه وإلا لا وعلاش ما عندناش ثقة أو العلاقة متوترة بين الشباب أنا 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 شو الأسباب اللي أنا كيف الشباب اللي حاضر ما عنديش ثقة زاد اليوم وانا ما عندكش ثقه في المؤسسه تخدم فيها لا مش في المؤسسه تنفسلك انا اليوم ما عنديش الثقه في الاطراف اللي قاعده تبين في الصوره المغايره اللي قاعدين احنا نخدموا عليها قداش عدنا دونك في كل دومين تلقى بيه والخايب انا اليوم نكره وما نحبش الامني اللي يسيء للمؤسسه الامنيه واللي يسيء لتونس انا اليوم ما نحبش نكون باراشوك العبيد ما غالطة معناها في اتخاذ قراراتها انا اليوم زادة ما نحبش نكون واجهة باش اليوم الشباب التونسي يفش غيظه ويفش غله في امني مهمته الوحيده اللي هي الحفاظ على المؤسسات الخاصه والمؤسسات العموميه والحفاظ عليهم هما كشباب تونس انا اليوم كي نقعد مع شاب تونسي عنده ولا شابة تونسية عندها الذره نتاع هكا شويه قلق ولا كره للمؤسسة الأمنية وعليش على خلفية تصرف فردي أو تصرف غير مدروس اليوم وقتها أنا قلبي يوجعني لأنه 5 سنين وإحنا نخدمه كمجتمع مدني وعشر سنين
والوزارة الداخلية في صورتها الجديدة والمؤسسة الأمنية وإدارات المؤسسة الأمنية قاعدين يحبوا ينتهجوا طريق القرب وطريق تحسين العلاقة بين الأمن وبين المواطن. لكن للأسف كي تلقى أنت أطراف معناها تتصرف غير لائق للأسف المؤسسة الأمنية الكل تتحاسب. للأسف معناها احنا بيدنا كمنظمة قاعدين نتحاسبوا لأنه العباد اللي تصطاد في المياه العاكرة تواجهك بك الأفعال هذيك الفردية اللي ما تلقى من بعد ما تنجم تحكي. هذيك علاش نقول راني اليوم ما عنديش الثقة في العباد اللي ما تعرفش تتصرف واللي تخلينا نحن في حشومة كبيرة خاصة مع أولادنا وخاصة مع شبابنا اللي نتمنى لهم كل خير ونحن موجودين لهنا باش نحاولوا نقربوهم لينا ونخافوا عليهم أكثر. تيك صحة أيمن، لكن خليني في باش نزيد معك قبل ما نعمل طلع على مروة ونشوفوا علم الاجتماع شنو رايه في الظاهره هذه. ونحن نحكيه على حاجه في صلب وفي قلب مجتمعنا التونسي. عليه ساعات كي ندخل انا للمركز نحس فما ناس تقول عليك كيف اللي عامل عليا مزيه، نحس روحي انا كمواطن نظيف عادي جدا ماخذ باش ناخذ ورقه وثيقه رسميه نستحقها في حياتي اليوميه، مقعد مع الموقوفين، قاعد مع معناها مع الناس الكل، فماش معامله او بلوتو تحس المعامله ناقصه شويه. وهذا ممكن الناس الكل يلاحظوها الحكايه. ملاحظتك وسؤالك عجبوني فادي، لانه هذوما من الحاجات اللي خدمنا عليهم في منظمه امن شباب تونس، وكنا طلبنا بفصل المكتب الاداري عن المكتب العدلي. لانه مش معقول اليوم ثم شكون باش يجي يطلع وثيقه اداريه يلقى روحه مع عباد مظنون فيهم او مجرمين او عباد معناها مفتش عنهم في نفس البلاصة، وخاصة أن نجم يكون العبد ذاك عنده نظرة أخرى وخلفية أخرى وكل شيء. دونك ما تجمش تجمع الناس كلهم بعضهم في نفس البلاصة. هذاك علاش منظمة أمن شباب تونس طالبت بفصل المكتب الإداري عن المكتب العدلي. واليوم زاد علاش ليه ما يكونش فما مدينة إدارية خاصة بالوثائق هذيا، معناها يكونوا فيها أمنيين يكونوا فيها. ما وصلناش نحكيو على الرقبة أنا. لا ما وصلناش، أنا نحكي أنا بالإنترنت بشد الصف باش تخرج. صحيح اليوم 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 وقت بالرسمي اللي لازم العبد يقدم حلول، صح؟ مش ياسر باش نقعدوا نحكيوا ياسر عن مشاكل يا فادي ولا على نفسيه المواطن ولا نفسيه العبد. اليوم في اي اداره تدخل للاسف تلقى شويه قلق وكذا. احنا طالبين اليوم عباد باش تتبسم لنا، عباد باش تعرف كيفاش الطريقه نتاع معامله تكون وتخدم في حدود افوارها. ممكن اكيد جدا نرجع على انا نصور انا اذا كان البوليس او الامني ليس برئيس جمهوريه مش في البلاصه وليس صاحب القانون الكل اكيد، لكن هو سلطه هو سلطه تنفيذيه. يمشي اليوم بتبيع بقوانين. لازم زاد المواطن يكون على درايه هامه من القوانين ولازم يعرف حدوده، كما لازم الامني زاد كيف يعرف حدوده. اليوم امني كما عنده حقوق عنده واجبات كيف زاد عنده حقوق. ومن حقوقه اللي كونك انت لازمك تقدره تحترمه لانه يمثل الدوله، ولازمك كيف معناها كي باش يقول لك اعمل هكا ولا اعمل هكا اكيد جدا مش 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 في دار الشخص هذاك، هو في مؤسسه امنيه محلوله للناس الكل، وفما اوامر وفما تعليمات وفما قوانين هي اللي تخليه باش يتصرف هكاك. دونك معناها كان تمشي له الدار. انا تعرف نحكي معك برشا ايمن، انا تعرف نقعد نحكي معك برشا. وخلينا نعملوا طل انا وياك مع بعضنا على اللي قاله يوسف قبيل على السيتياسيون اللي صارت مع يوسف في استاد. قال لك انا قلت السلام وهو فرح بي. اكيد ما معناها هو مازال كيف جاب شوف يلقى البوليس اللي صار ليوسف صار مع انا مش كان صار مع يوسف مريقل، اللي صار مع يوسف صار معايا انا، لانه دون لو تون داخل الاستاد قلت السلام كليت كف. معناها هذه معناها حاجات اللي خليتنا اي حتى كان صارت معك انت ما تبررش. لا لا نحكي حكايات قبل دون لو تون. وكيما كيف زاد كيما لقى يوسف هذا هو الشخص اللي كنت نحكي عليه، المعاملات الفرديه اللي كنت نحكي عليها، المعاملات اللي طيح لك بنيه كامله انت قاعد تبني فيها بغلطه صغيره. شوف هذاك هو لازم راهو بشويه فادي باش نجم تصلح. وكيف نبداو من الحلقه نتاع يوسف، والحلقه قلت لك انا قبل دون لو تون في العهد السابق وكذا صارت على غالب نجم تكون ستريس نجم تكون ضغط نجم تكون ما نعرفش انا مونتاليتي قديمه. نحاولوا كيفاش نغيروها نحاولوا كيفاش نبدلوها، اما مش ننصبوا المشانق وماناش زاده كيف عباد هذوما مؤسسه الامنيه راهي قاعده تيخو معاهم معناها في الاجراءات اللازمه. راهو صحيح ثم بروجيكتور على حكايات الغالطه، لكن زاده كيف لازمنا كيف نحط البروجيكتور على الحكايات السمحه كما يقول يوسف وعلى الحكايات الباهيه. لانه كيف كيما هكايا صار مع يوسف ثم شكون ضربه وهو واقف في الصف،
كيف كيف ما كيف كيف ثم شكون من اصحاب الاحتياجات الخصوصيه القاع عاون الامن ووصلوا حتى شرب الماء وغطاه من المقذوفات وكذا. نحن نحاولوا نوريو الباهي ونوريو الخايب، والخايب والباهي في كل بلاصه، نبنيو على الحاجات الايجابيه ونحاولوا نقصوا من الحاجات السلبيه. والعباد كيما يوسف هكا مع الوقت بالطبيعه يفهم معناها الوضع، يفهم السيستم ويفهم الدنيا الكل. دونك بشويه بشويه زاد كيف كيف العباد اللي ما عرفوش يتصرفوا مع يوسف احنا موجودين لهم بالمرصاد، كسواء احنا والمؤسسه الامنيه نواجهوا له تحدي. هذا هو انا باش نسالك سؤال ونتعدى ديريكتومون المروه واجابه السؤال اللي باش نساله لك ماذا بك انا خوها زيد شويه باش نكونوا حياديين بالطبيعه محايدين بلوتو. الحياد لازم يكون هو الرئيسي في الاعلام بصفه عامه في برنامجنا خاصه لهنا. ماناش نكونوا على وماناش نكونوا مع، باش نكونوا شادين العصا في الوسط. سمعنا شباب وبارتاجيو معنا، وممكن انت زاد كيف كيف تفرج فينا نجم تكتب حتى في تعليق حكايتك مع الام سي وي السلبيه، وزاد كيف كيف كان فما عندك حكايه ايجابيه خلينا نسلطوا على النقاط الايجابيه. باهي اذا كان نشوف انا بوليس يتصرف مع شباب هكا يقول لك انا دخلت الاستاد من غير حتى كلمه يضربوا بكف، اكيد فما اسباب وراها باش نحب نعرفها مع مروه. السؤال باش يقول لك انت ونحبك تجاوب عليه من بعد، شنو مشاكل الامنيين؟ خلينا نشوفوا مشاكلهم، علاش مشكلته هو باش يتصرف هكا؟ شنو مشكلته هو في نظامه؟ شنو مشكله كيما نقولوا الاوامر اللي تجي؟ وهل مازالت فما بيدقه لبعض الامنين والا لا؟ نجيك مروه، المجتمع شنو يقول هنا في الظاهره هذه؟ في ظاهره التمرد ساعات الشباب، في ظاهره تعصف الامنيين، المجتمع شنو يقول؟ باهي لازمنا نشرحوا تمرد الشباب ونشرحوا التصرف الامني. بالنسبه للتصرف الامني فادي نجموا نفسروه تاريخيا. باهي تحب نفسروه تاريخيا انطلاقا من قرطاج حتى يكشي الاستعمار، تحب نفسروه ما بعد الاستقلال؟ نبداو سيدي من بعد الاستقلال. بعد الاستقلال النظام اللي يتخذوا ديما اي دوله واي نظام هو النظام انه شكون اللي يمثل السلطه في الكياس في الشارع؟ بوليس. باهي في ما بعد الاستقلال في عهد بورقيبه شكين فما مثلا من الحاجات اللي صارت اللي بعد نفسرلك علاش نحكي لك عليه الكلام هذا؟ صار الرافل اللي تو مازال عندنا منه، اما الرافل وقتها ظهر لشنيا؟ ظهر لك الناس اللي نايسحه من الريف يعرضها في السونتر فيل، هاد بطاقة تعريفك اش تعمل لنا؟ سؤال الشهير اللي تو يتقال اش تعمل لنا؟ كي يشوف عنوانه معناها صحيح اش تعمل لنا؟ دونك ماكش ولد المدينه تروح لبلادك. باهي بون هي فشلت في السبعينات فشلت، لكن احنا تاريخ نتوارثوا منه، تورثوا منه حتى الامراض راه وهذا مرض تورثناه احنا متوارثين سيدي اللي احنا كيفاش نتعاملوا الامني كبوفوار كممثل للسلطه كيفاش يتعامل مع المواطن. والمواطن متوارث كيفاش يلزمه يرد الغيظ نتاعو ويخرج الطاقه والاستبطانات نتاعو عظمكم تاريخيا في الامن. باهي جاء 7 نوفمبر شو وليت؟ وليت عندنا دوله البوليسيه، دوله البوليس. دوله البوليس اللي هي اعمق من الرافل اللي هي تولي تبدا قاعد في دارك تبدا مفجوع يسمعكش حد، عرفت؟ تقعد في قهوه تبدا تحكي عرفت تدوز مو يا ربي يسمعوني حتى تليفونك تسكروا تعمل لك الفوق هذوكم صحيتك. دونك فادي صوره البوليس من بعد الاستقلال حتى يكشي للثوره يغزروا له في صوره انه هو الغول اللي ينجم يعرف حتى اش عندك في دارك. فما سيستيم. باهي هالغول هذايا شي يولد عند الفرد كمواطن؟ يورد نقمه، خوف، غضب، ديما ديستونس تو يكون صاحبك وهو بطا نهار اللي يتدرب ويولي في الامن يولي يحكي عليه الكلام اللي يسميه به هاو درشنيه هاو حاكم هاو كذا هاو بوليسة يولي يبعد سيبك منه درشنا. علاش؟ خاطره هو الداخل عنده مشكل، عنده مشكل يا فادي. راهو شوف اي انسان عنده عقده الهيمنه، اي انسان في الدنيا ذي يمشي على ساقيه يحب روحي يرفي روحه في موقع نتاع بوفوار. فما اللي يعطيه الفرصه ويعطيه الشانس وتعطيه تكوينه انه يخلط البوست هذيك، وفما اللي ما تعطيهش تكوينه، ما يعطيش تكوينه شو يعمل؟ يستبط ويبدا يخبي وتجبد قدامه موضوع بوليس، تجبد قدامه موضوع سلطه، تجبد قدامه موضوع امن، يحط اللي خايب الكل فيه. باهي المواطن علاش يتمرد؟ يتمرد على خاطر هو في 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 عقليته انه صارت ثوره، انه احنا خرجنا وقلنا ديجاج ديجاج للهرم الكبير للنظام خلي معناها البوليس. باهي النظام اللي جانا بعد الثوره
امتد فيش امتد، ما حبش يخلي البوليس يعيش مواطن عادي، يحب يخليه في صورة الدرع. احنا كي نخرج ونظهر ونقولوا ليه للسيستم ولا ليه للنظام ولا ليه كذا، البوليسيه احنا مانيش مشكلتنا مع البوليسيه، هو شهر على روحه يخدم كيف وكيف العطار كيف الخضار كيف الحماص، معناه ما عندناش مشكله مع هو في شخصه، احنا مشكلتنا مع اللي شادين الكراسي. شبيهم في الحمله الانتخابيه يهبطوا ويدقوا البيبان ويقابلوا المواطنين، وشبيه وقت اللي نهبطوا للشارع باش نطالبوا بحقوقنا، ولا كما كانت تحكي قبيليك تحب يا خويا نحب ننتدب نعطيوني حقي، معني نعطيوني ما عندكش حق انت تعطي لوردر باش تهبط لي بوليس يعرضني، هو بوليس ينجم يكون جاري ينجم يكون خويا، كيفاش بنتضرب انا وخويا؟ علاش هالمشكل اللي خلقوه في وسط المجتمع راهي مشكله عويصه، هذه راهي مشكله كبيره. تحب تقول حاجه؟ حسيت حبي يلاح حاجه هكا الملاحظه نتاعي خاطر هي تحكي باحنا، هو انا وانا نستنى في الريبونس نتاع علم اجتماع شو يقول. يا اخي علم لقيت علم اجتماع هاب تاعهم في احتجاج ونستنى في البوليس. هو اسمعني هي علم اجتماع ما ينجمش، اسمعني هي مرة اول حاجه تحكي باحثه في علم اجتماع برتبه مواطنه اول حاجه. صح ولا انا امني برتبه مواطنه؟ صح ولا اما شو نقول لك انا حاجه فادي اليوم اذا كان الحاجه اللي اسمها هي تعرفها اللي الامن اليوم راه ماهوش صحيح، ماهوش درع للاشخاص، اما درع للوطن ودرع للمؤسسات الحكوميه. قبل ما نسال مروه عطيتك كيما نقولوا بري كيستيون شونس ابشر يا تنقلك اليوم الامني هو درع للوطن قبل ما يكون درع للحكومات المتعاقبه، خاطر اليوم حكومه تمشي حكومه تجي، احنا ديما نقعد واقفين لتونس كسوا في الجبل في البحر في فين تحب انت، معناها هذوما امنيين عاهدوا الله والوطن هذا والرايه اللي كونوا باش يقفوا الاخر قطر التعرق وقطر الدم باش يحافظوا على البلاد هذيا وعلى مؤسساتها كسوة الحكوميه او الخاصه. اذا اليوم احنا كي باش تحتج بطبيعه باش تكون احتجاجات سلميه وكذا، راهو الامني ماهوش قاعد ويقف قدامك هو درع، بالعكس اليوم الامني يحميك خاطر ثم عباد تدخل بيناتكم، نجم تكون مندسين، نجم يكونوا معناها اطراف تسعى معناها للتشتيت نتاع الفكره هذيك او المطلب هذاك، وتسعى كونه باش تعمل خلاف بيناتك انت وبينات الامنيين اللي دورهم الاساسي اللي هو حفظ النظام. وبطبيعه انت اليوم اذا كان هابط تحتاج بشكل منظم وسلمي، فمش علاش الامني له باش يوصل اللي تعرض لك او باش يعتدي عليك، لكن وقت اللي تجي انت التعليمات بفضل الاعتصام هذاك او الاحتجاج هذاك او اللي هو وقتها فما تدرج معناها يقوم به الامني، وهذا معناها مكفول بالقانون، وكيف كيف اللي التدرج نتاع فضل الاحتجاج هذاك او التجمهر هذاك اللي خاصه بال 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 بالقانون نتاع اليوم تحضر الجولان او التجمهر او معناها الوضع الصحي اللي موجود فيها البلاد او غيره، والوضع زاد نتاع الارهاب وغيره غير غيره. دونك الامني اليوم عنده خلفيات اخرى، عنده بطبيعه عنده درجه من اليقظه والانتباه اللي تفوت المواطن العادي، لانه هذيك حاجه متدرب عليها، حاجه قاريها، حاجه اما لهنا زاد حد ما ينجم ينكر، حد ما ينجم ينكر وميم تو حد ما ينجم يعمم انه الامني لهنا ماهوش قاعد ديما نشوفوه في صوره الامني اللي يحمي، بل قاعد نشوفوه في صوره الامني اللي يرجع فادي اليوم. اذا كان انت حتى في داركم عندك صغار تلقى البو تلقى الام وقت اللي يكون باش كل ما يجي البو باش يحكي مع الطفل تتنطر تجي قدامه الام، دونك الام ياسر دونك البوش باش يقول الام راهي ياسر مع اولادها وتحمي فيهم وهي تغلط فيهم وهي تسفي فيهم غلطه. هذيك هو المؤسسه الامنيه ديما قلتها بارول دو فوا كي لحمه الكرومه، معناها متاكله ومذمومه، هو ديما واقف وياكل في الحال. سالتني سؤال على المشاكل باش نرجع لك فقط خلينا نرجع للاجابه صديقتنا مروه. لو اليوم حتى في علم الاجتماع ما نعرفش خاطر انا زاد عندي شويه دراسه قمت بها والكل، راهو لازم تعرف اللي الامني يخدم في سوايع اكثر منه، دونك ثم امور نفسيه، ثم جوانب اخرى، ثم طلبات وفما متطلبات مش موفرتهم كسوى الحكومه ولا الوزاره ولا غيره، هي اللي تخلي الامن في تشنج كبير. هذا باش يكون في اجابتك من بعد في مشاكل الامنيين. مروه كانت نجم تكمل خاطر حسيته يحب يحكي دونك خليته يحكي. شوف ايمن، احنا في علم الاجتماع رانا ما نحكيوش وقائع على قد ما نحكيو شنو وراها. نحبوا نشرحوا الظاهره، لازمنا نرجعوا تاريخيا. تاريخيا
المجتمعات التونسية عاشت برشا فترات استعمار دونك فما هي معناها مهيمن ومهيمن عليه دونك ديما الشعب التونسي يعيش فك الوضع نتاع المهيمن عليه يعيش فيه مستبطن دور الضحية دور الضحية صحيح مستبطنه ونجموا ناخذوا اكزامبل من ما بعد الاستقلال مثلا بورقيبه عمل سيستم رافل رافل شنو هذا انه وقت اللي يبدا واحد مش من البلاد معناها مش تونسي مش من العاصمه يشوف بطاقه تعريف واش تعمل لنا ارجع نزوح حريف انفورميشن باهي هذايا فشل صحيح في التاريخ لكن قاعده الرافل التو نعيشوا به والتو مقلق اولاد الاحياء الشعبيه يقول لك يرفلوا فينا ويشك فيا حتى في لبسي دونك فما مستبطنات قعدنا نهزوا فيها معنا نتوارثوا فيها التاريخ نتوارثوا فيه امراض والامراض هذه قاعده متوارثه ونفس الشيء ما بين النظام القديم وما بعد الثوره في النظام القديم فما مستبطنات نغزروا لك الخوف لك الرهبه من النظام ما يسمعنيش يرانيش نقول شي حاجه مش في بلاصتها هذيك في بينا بعد الثورة إنه بشي تنحى لكن كي تشي يعني فما دراسات بعد الثورة تقول إنه الشباب غير راضي عن المؤسسة الأمنية وغير راضي على البوليس هذه دراسات واقعية موجودة علاش غير هذه ممكن زادة مش حتى من غير دراسات وأرقام الشارع التونسي زادة ممكن يأيدها غير راضي وقتاش غير راضي وقت اللي هو ماهوش الفيزافي نتاعو البوليس راه هو الفيزافي نتاعو النظام السياسي هو حتى في القهاوي كي يبداو يحكيو ما عندهمش مشكله احنا عندنا في علم الاجتماع الملاحظه بالمشاركه ان احنا كي نحبوا نعملوا ترافاي امبيريك سور تيران نمشيو نقعدوا مع العبيد مع العينه نختاروها كي نقعدوا مع العينه نسمعوا ونلاحظوا وقت اللي نلاحظوا راهو تونسي ذكي يفرز لك بين النظام والدوله صح مش مشكلته الدوله ومش مشكلته البوليس اللي هو جزء من الدوله مشكلته هو النظام وقت اللي يهبط يقول لي ولا يهبط يتظاهر هو راه مشكلته في اللي قاعدين على الكراسي مش مشكلته في اللي يخدم على روحه البوليس لكن شكون اللي يلقى انفاس منه يلقى البوليس اللي هو ولد حومته اللي هو جاره اللي هو خوه اللي هو ولد خالته وغادي كاش يصير هالنظام السياسي اللي عندنا في تونس ما بعد الثورة خلق لنا كونفلي في وسط الشعب تقسيمات وقت اللي أنا نلقى قدامي ولد بلادي نتعارك أنا وياه على سبب أصلا لا هو يهمه فيه ولا أنا يهمني فيه وإحنا اثنين متقلقين منه الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي متقلق منه البوليس كما متقلق منه المواطن خاطره هو بيدو مواطن لكن وقتاش نقول لك يا فادي أنه البوليس خذي عليه المواطن الحمل وخذي عليه وقت اللي يجي أمر ويطبقه لهنا المواطن شي يقول لك يقول لك هو نورمال في صفي هو مواطن كيفي أنا ذهبلت نظهر مثلا على الوضع الاقتصادي الهش البوليس يكون معايا هو في مخه المخيال التونسي يقول لك هكاكا ما يفهمش أنه هو وقتها يمارس في سلطة ولا يمارس في خدمة ولا لا هو يغزر له أنه هو قالوا له أهبط أهبط لا ما يفهمهاش كما نفهموها أحنا عندنا زادة في المخيال متاعنا انه البوليس مثلنا هيمنة سلطة هو الدولة هو اللي يضرب هو اللي يكسر هو اللي يشدني في المركز هو اللي مش حتى في مخيالنا زادة راهو انا واحد من الناس كي نحوس في الشارع ونتلفت نلقى بحذايا سيارة كيما قال مصري بربريس في مية يعني وما غير لافينيات ما غير اوراق زادة كيف نقول علاش وانا نمشي ناقف في الفيزيت تكنيك واوراق صحيح ولا هايم موجود انا بعد ايام عندي ما نحكي معك مروه فقط خليني قبل ما نختم معك باش نتعادل للشباب هل نجم نقولوا زاد كيف انه بعض الامنين ضحايا ولا اي هو مواطن هو راهو يلبس هكا زي هذاك يخدم 8 سوايع نتاعو ويروح راهو هو ما عندوش مشكله مع المواطن معناها هذيك جار وهذيك اخو وهذيك اما وين المشكل مشكل في الاقليه فما في كل ميدان راهو مش كان في الامن راهو في الميادين الكل في الصحه في التعليم فما المشاكل هذه لكن وقتاش انا اللوم على الدوله انه تحطوا هو الفيزافي في عركه ما بين السلطه والشعب باهي وقت اللي هو يكون ما غير رقابه هو كي يعملوا له الرقابه يكون عنده دور فما شكون يراقب في البوليس راهو حفاظا للحر لخدمته هو حفاظا اللي هو وحفاظا للسلطه نتاعو على خاطر وقت اللي يجي مواطن يقول لك بوليس ضربني نجم يكون بالحق كيما نجم يكون مش بالحق شكون باش يثبت الشيء هذا كان جينا مع البوليس نوليو ضد المواطن وكان جينا مع المواطن نوليو مؤسسه الامنيه تقول لك كان البوليس يخدم في خدمته هو جاي دونك لهنا شنو هي المشكله في النظام يا فادي راهو وقت اللي تشوف التقسيم الجغرافي نتاع تونس السونتر والدايرين بيه
اللي دايرين به معناها والسنتر كيقولوا سنتر معناها السنتر كوميرسيال معناها البوتيكات معناها القهاوي معناها لي ريستورون معناها مجتمع استهلاكي ناس كونسومي ناس تصرف ناس عندها لي عندها لي مويان وتشوف لي زونتور نتاعو وتلقاهم مش حي هشه حي مع البطاله قتلتها والفقر قتلها والهشاشه والبنيه التحتيه حتى بوتون تاع ما يخدمش دونك لهنا وتهبط له رافل فما رد بالك فما الدوله تحفظ تحضر في الرافل هو ما يرى يعرف الدوله كان كيجي رافل للقهاوي باش يلمها اما سينو ما تعرفش الدوله لا عندها كلوب لا عندها مركز نتاع ثقافي لا عندها ما فما شيء فما كان رافل هذاك باش تمثل الدوله ويهبط للسونتر فيل ويجيب واحد في يجيب بوليس في رافل يقول له ترابي تاك تعرف كش تعمل لهنا ولا شو مهبطك لنا على خاطر حالته مش هي تحسوا هكا متعاطي حاجه وكذا صح برشا نقمة ونقمة نقمة يا فادي راني انا نحكي لك راه والله العظيم في حاجات شفتهم معناها عينتهم وعشتهم وريتهم وشرحتهم وفهمت منهم راه مش معناها انا لاني مع هذا لاني مع هذا انا لازمني نكون محايده اما فما حاجات راهو يستبطنهم الانسان انت شوف روحك انا كمواطنه ندخل مركز سير لي معامله سافابا نحطها في قلبي ونولي نعمم ونقول البوليسيه الكل سافابا في مخي اللي هما الكل سافابا كان جا فما رقابه كان جاو كيما مثلا في بلدان اخرى فما كاميرا في اللاب في التينو وهو كي الكومينيكاسيون نتاعو الكل تتقيد وتتسجل صح. لا هو شكون يهضم له حقه ولا يهضم حق المواطن انت دخلت معنا هنا في اقتراح بعض الحلول وباش ناخذ معك برشا وقت بعد الفاصل مروه باش نبارتاجيو مع بعضنا بعض الحلول قبل ما نرجع للشباب وقبل ما نختم معكم باقتراحاتكم حتى انتم لبعض الحلول سالنا توانسة عن علاقه التونسي والشباب بالامنيين وهذا كان جوابهم خلينا نتفرجوا من بعد نرجو شنية رايك اليوم في علاقة الشباب التونسي بالأمن؟ ماشي مريقلة ماشي بالنسبة لي أنا تفهم فيها عشت ثلاثة عهود توا عهد بورقيب وعهد بن علي وتوا ماشي مريقلة لا قبل لا توا توا أكثر وأكثر تفهم فيها وذا كله توا الشباب كله غلط والشباب كله خايب والشباب كله أخلاقه ماهيش باهية فما الباهي فما يعني اللي تبيعته هكا كبر أنت كي تصلح تصلح من القدوة أنت الأمن اعمل له ساعة انت رقابة تراقبه كيفاش تفهم فيه يتعامل مع المواطن وكيفاش يحكي مع المواطن وبعد ايش يحكي انت مع المواطن قول له انت باهي ولا خايف كي تصلح صلح من فوق ما صلحش من اللوت الشباب توا هذول اللي يغزوا الامن مش كما كانوا يغزوا القبل اللي كانوا يغزوا القبل عبارة الامن مستبد توا اللي تبدلت علاش خاطر الشباب عنده برما عنده تفكير وعنده الحريه ويعبر على روحه ويحكي على روحه دونك ما فهميش علاش باش الزوز تولي فما كونتروندو ما بيناتهم 61 62% من الشباب اللي من 15 ل 25 سنه البلاد اللي تلقى فيها نسبه شباب من 15 25 سنه تقع الاقتصاد نتاعها متقدم لان هذوكم هما اللي يخدموا هذوكم هما اللي يعملوا ديناميكيه اقتصاديه يخدموا هذوكم هما اللي يخدموا نحن بالعكس نحن هذه الطاقة هذه تاع الشباب مضيعينها في لا ما يعني المشكلة الثانية نحن ما عندناش ترابط ما بين الأجيال الأمن هو شنية هو متكون من الشباب توا خاصة كنا نعرفوا له صار معناها انتدابات وكله والأمن حتى على قبل ولينا نشوفوا في شباب معناها مازال كيتخرج وكل في المطلق هي تكون علاقة بتبيع مازالش تكون كان علاقة متاع مواطن يحترم الأمن والأمن لازم يحترم المواطن لكن ديما نشوفوا فما ديما كما نقول استثناءات في الستاد في الشارع ديما تصير شويه مشاكل اما اون جينيرال نتصور انهم ما ينجموش يكونوا معناها متعارضين امبوسيبل خاطر الشباب هو الامن والامن هو باش يكون من الشباب وكل شيء ما يظلمش الحاكم نقول لك ما يظلمش فهمت والشباب نتاعنا نحن ربي يهديه ربي يهديه كان مش هو الامن رانا احنا وين تو هم يقتلوا فيهم الارهاب وهم يعملوا لهم سكين ويضربوا كل شيء العلاقة ما بين الأمن والشباب التونسي متوترة برشا ما نعرفش علاش فما نقمة سيسير فما حاجات على خاطر الأمن عندهم بازيت في استاد مثلا أنا عندي تجربة ولدي مثلا مرة شدوه كليوه في استاد رادس تريحة تنبش القبور ما فماش علاش على خاطر جوست ينقز من استاد والكل كيفاش تحبوا باش يحبوا الأمن باش ينقم عليه هذيك هي فما شوية عنف من الأمن مش شوية برشا عنف من الأمن معناها نورمالمون يبدلوا
قلوبهم. انا تربيت على حاجه نجم نحسن من التعامل مع الشباب سيرتو. علاش تقهروا انت شاب في مقتبل العمر؟ لا يتحب لا يتهان لا حتى شيء. مرات يوقفك بوليس سلام حتى السلام ساعات ما فماش بطاقه تعريف، بطاقه تعريف اسمك على الثالث، هاك كل شيء يعني انديكي كل شيء موجود، ولا واش تعمل كل شيء يعني المهنه موجود وين تسكن موجود. ثم اسئله استفزازية حتى كي تجاوبوا يستفزك ماكش متغشش معلمه، يقول لك انا متغشش، انت شي يهمك فيا متغشش؟ ما بيناتنا وثيقه، شوف الوثيقه اذا انت باش تهزني يعني ريشيرشين احتفظ بيا ماكش محتفظ بيا قولي السلام. شكرا الفخري على الميكرو تروتوار المزيان، وشكرا على كل بلوتو شكرا لكل المواطنين اللي حكاوا بكل صراحه. ايمن كنت تسمع معنا في 15 ثانيه قبل قلت لك 10 ثواني، المره هذه 15 ثانيه تعليقك. والله يعني كما قلت لك حتى في التو كما كنا نسمعوا يقول لك معناها فما الباهي وفما الخايب، كما عطاوك معناها بعض اللمحات على بعض الاستفزازات او بعض المناوشات. كما قلت لك بكري راهو ديما الحاجات الباهيه موجوده والحاجات الخايبه موجوده، اما احنا ماذا بينا نعملوا بروجيكتور على الحاجات الخايبه باش ينقصوا وباش يتنحوا، وماذا بينا راهو احنا كي نسمعوا هكايه. بالعكس اليوم يصير استفتاء معناها وتعرف روحك وين وصلت وفنا مرحله، وكان معناها قاعدين نوخروا نحاولوا نقدموا نقويوا في الموتورات لازمنا نقدموا بها العلاقه هذايا ونشجعوها باش تمشي خير. مروه تعليقك. في الميكرو تروتوار حكيوا على القهر حكيوا على الغضب، هذوما الكل دي فينومين سوسيال معناها اللي نجموا معناها كي ندقوا فيهم نلقاو معناها فما خلفيات وراء الكلام هذايا، مش هكاكا معناها فهمت؟ معناها المواطن يشوف ما يعرفش شنو وراه فهمت؟ دونك العلاقه المتوتره هذيا منيش هالتمرد وهالغضب وهذا الكل. شوف اذا كيف يقولوها اذا فسد الحاكم فسدت الرعايه، اذا كان السلطه سبابا سي كو باش تلقى المجتمع مزاد كيف سبب داخل بعض. امل ويوسف اذا كان ميكرو قناه زيتونه في الجرع جاي عندكم انتم، شنو الكلمه اللي تقولوها مع المواطنين اللي هنا؟ امل انا بريمو فما كلمه ديما نقولوها راهو البوليس كي نحي ازاي راهو مواطن كيف دونك انا علاش ماذا بيا نسال البوليس علاش يتقمص الدور نتاع الزي هذاك، علاش يعيش في وسط الدور نتاع الزي هذاك، علاش ما يحاولش يخرج منه شويه ويحاول يحط روحه مواطن وقت اللي هو قاعد يخدم في الخدمه نتاعو هذيك يحط روحه مواطن. علاش ساعات نمشي ونلوجوا مثلا على بوليس والله هذا خير شويه هذا ارفق هذا ظهر لي فيه احسن شويه من الاخر، نحكي مع هذا ما نحكيش مع الاخر، كي ندخل في مركز نلقى ساعات مثلا ضباط الامن خير ما كان العوين اللي نشوفهم بالزي البرا. هذا نقول انا حاجه في التكوين نتاعهم معناها علاش مش كلهم ما عندهمش نفس الفرصه في التكوين، علاش ما يتكونوش الكل كيف، علاش كيما تعلموا باش يضرب بالغاز ويضرب بالسلاح علاش ما تعلموش كيفاش يتعامل مع المواطن، علاش ما عندوش كوتي بسيكولوجيك قريه بسيكولوجيك، علاش تخرجوا انت في التدريب نتاعو ما نعرفش انا يمشي تدريب عام ولا قداش، علاش يخرج كانه ما نعرفش انا في معتقل ولا علاش ما تخصصلوش وقت زيادة هو يتعلم كيفاش يتعامل مع العبد مسيج قريها عطيه اوقات يقرا فيهم كيما يعرف يشد سلاح وكيما يعرف يضرب يولي يعرف يحكي مع الناس. مهم ياسر اللي قلته هذيك صحه. امل يوسف كان جاي الميكرو هذا اللي كنتي شنو تقول؟ انا من اللي سمعته الكل من اللي سمعته من العباد اللي تكلمت ما فما حد قال مثلا قال على الباهي اللي حكاو الكل حكاو على الخايب، معناها ماذا بيا كان تولي علاقه جيده. والغلطه مثلا كي ما ينجمش مواطن يجي الامني يسبه ديريكت ولا يجي يحكي معه بالفاظ سيئه معناها، وحتى كان غلط كي باش تعالج غلطه بغلطه اخرى باش تولي سيء، ما عادش فما النيه الباهيه وما عادش فما التعامل الطيب، دونك باش تولي ديما مشكله ما فماش حلقه مفرغه كلها مشاكل مشاكل، غلطه تتعالج بغلطه اخرى وتولي زايد ما تصلحش معناها تقعد هكاك. بما انه انتم بحذانا لليوم خلينا بلوتو انتم تمثلوا صوت الشباب كرابور كمغني راب وكطالبه حقوق، نبدا معك كمال، شنو ترى انه او بلوتو شنو ماذا بيك يصير في البلاد؟ شنو تقترح كحل؟ شنو ماذا بيك العلاقه كيفاش لازمها تولي ما بين الشباب وما بين الامنيين؟ ساعه الحاجه لازم نتجنبوا
التغييرات الاعتباطيه هذه انه نخرج ساعات مثلا الامنيين اخوهم هما من شيره كي خرجوا وحبوا على القانون زجر الاعتداء على الامنيين اللي هو كان جينا نقراه انا كطالبه نتاع حقوق نلقى فيه جهه عندهم فيها الحق وجهه اخرى قانون غير دستوري بالمره معناه انك انت باش تولي تحرمني نحكي معناها على التنقيح نرجع لهنا للتشريع ولا الليجيسلاتيف اللي هو لازم يكون عنده دور فعال انه اسمع الامن اسمع شنو هو اللي حاجته بالضبط وانت دورك كرجل قانون ولا كليجيسلاتيف ولا كمشرع انك تحاول تخلي هكا القانون هذيك يخدم الزوز معناها ما نوليش انا نلوج على ثغره فيه باش البوليس يولي يمارس عليا في سلطه معناها باعتمادا على كالقانون هذيك وانا زيدا كمواطن ما نحسش اللي انا وليت عامل قانون باش تزيد تكثر الهيمنه نتاع البوليس معناها اعطيه قانون يخدمه هو ويخدمني انا اومينتو ما عادش نخرجوا مثلا باش نطالبوا بتغييرات ولا بوقف في احتجاجات ماذا بيا نختاروا الحاجات الرئيسيه ما عادش نقولوا حاجات نعجزوا بهم المشرع ونعجزوا بهم المواطن ونعجزوا اصلا على تنفيذهم معناها تجي تعطي حاجات مستحيل انها تتنفذ نوليو ناخذوا سياسه المراحل وسياسه كما ما نعرفش انا كما تو وليت فما جمعيه ومنظمات كما عنده هو المنظمه اللي العامله الامنيين الشبان خلينا نتحاوروا مع الشبان خلينا ميساج يزينا من عقليه ما نحكيش مع ما وصلتش باش ندخل البيروات وما كاتب خليني انا والامني نحكيوا مع بعضنا وخلينا نلقاو حلول مع بعضنا وما عادش الحلول تسكر في ما نعرفش في ملفات وتتسكر في بيرو ونسكر عليهم وننساوها ميساجنا اللي نسمعوا بعضنا ونطبقوهم على ارض الواقع ميساج حتى كان ما فماش قانون مش لازم العلاقه بيناتنا تكون مبنيه على قانون تنجم تكون مبنيه على قيم انسانيه ولا تنجم تكون مبنيه على علاقات اجتماعيه ساميه ميسالش مش دوله فاضله ديما موجود الغلطات وديما موجود كسوسوا من المواطن ولا من البوليس اما نحاولوا نمشيو على قيم خير ونكبروا ونعليوا السقف نتاعنا باش اموا حتى كان كيما نقولوا في الاحتجاج اذا كان ما تحصلتش على البرشه تتحصل على الشويه على المينيموم وبشويه بشويه نجموا نقدموا فيها العلاقه بريتو سورتو مع الامنيين الشبان اللي موجودين توا اللي هما نفسنا نحن جينيراسيون نتاعنا اللي قراوا معايا انا في الليسي وليوا بوليسيه توا معناها قاعده تتبدل العقليه دونك نحاولوا نحن ما عادش نشوفوا كان الكوتي نيجاتيف ونشوفوا شويه كوتي بوزيتيف ميسي اكيد جدا يعطيك الصحه مال يوسف لي رابور كما قلنا في بدايه حلقتنا انه برشا حكاوا وبرشا كلاشاو سواء استفزوا ولا عملوا رده فعل مع بعض البوليسيه علاش ما نشوفوش غنايات مثلا اللي تدعو للمواطنه خليني انا كمواطن خلي البوليس على روحه لكن خليني انا كمواطن اجا هكا نعيش وهكا نتصرف وهكا نحسنوا بينا برواحنا باش يكون مجتمعنا يكون كما قالت امل على الاقل نوصلوا المينيموم فما غنايات هكا ولا نجمو لا ما فهماش هو فما كي اما بقاليه خاطر البي بقاليه فما مكثريته توجه في ما في توجه في رساله انك تصلح ديما تحب تصلح كان جات حاجه مصلحه راك توجه ديريكت تقول راه فما حاجه باهي راه حاجه سي تصلحت اما ديما ما فماش مازالت معاملات سيئه ما تنجمش باش احنا تو سامحني دعوتني دعوت دعوتي انا لكم انتم كونكم لي رابور واللي نحترم انا نحترمكم ونحترم برشا زاد رابورات صحابي والكل الكون تكون الرساله معناها تبعد شويه على النقد اللي نقولوا نحن البذيء واللاذع نمشيو اكثر للنقد الاصلاحي والموضوعي ونتوجهوا خاصه معناها بالرساله تتوجهوا بالرساله نتاعكم للمواطن التونسي معناها مش خاطر معظم الرسائل نتاع لي رابور يحكيوا يا على الحرقه يا على الحاكم انا ماذا بينا احنا تكون الرسائل نتاعكم تمشي اكثر معناها في البعد الاجتماعي تمشي اكثر في البعد الاقتصادي تمشي اكثر معناها ثم هو محاله فما دي رابور كيما مثلا عندكم من صفاقس ولد الكنز لا مش ولد الكنز ولد الكنز صار في مسار هذاك لا ابو امني اللي ما تعرفوش انت معناها ديجا كنت تحكي حتى على قضيه عمر زاد اخوه امني تحكي حتى على يوسف ابوه وامه امنيين اليوم نحن عائله واحده كما كانت تحكي الاستاذه مشكوره
تقول لك راهو معناها اليوم ثم سيدام لوطه معناها بين الامنيين والمواطنين، وقت اللي هو الاصل فيه مش غادي المشكل، معناها المشكل مش في علاقتنا نحن ببعض، نجم يكون الامني هذاك المشكل في شكون قاعد في شكون قاعد يستثمر في العلاقه هذه المتصادمه. دونك الرساله لكم يا يوسف، ماذا بينا اكثر معناها الرسائل نتاعكم، لانه عباد صغار هما اللي اكثر معناها انفاقين. الامني يقدر المواطن والمواطن يقدر الامني، وقتها تبدا تتحل شويه المشاكل، وكي يعطيوا ظن لبعضهم ويقدروا بعضهم والاخر يحس بالاخر تبدا تتحل المشكله. خويا مشكورين. تبدا من كيما نقولوا من شكون، من المواطن ومن الامني. المواطن ومن الامني زوز، خاطر زاد ساعات تلقى مواطنين يغلطوا، تو كي يغلط معك طبق قانونك، انت كي تطبقوا قانونك تعيط ولا تسب طبق قانونك، هو فما قانون غلطت معك طبقه ويتحاسب عليه، تمشي القضاء يمشي لحاجات اخرى، انت باش معناها لا يزيد طبق قانونك، لا يزيد تسب ولا يزيد تضرب ولا يزيد كذا، هذه الحاجات اللي نحبوا نفوتوا. معناها احنا اليوم من القسم المشترك نتاعنا فادي، باش نحاولوا نصلحوا القسم المشترك نتاعنا حسب كلام يوسف وحسب كلامي انا، اللي هو علاقه احترام متبادل معناها يحكمها القانون. دونك هذا اللي حشنا به ادي واجبك الاخر يؤدي يحترمك تحترمه توفى غادي، ما فماش نوصلوا لمشاكل كبيره. هذا هو يوسف، باش نختم معاك في كلمه الختام نتاعك، شنو تقترح حل اللي لازم يصير باش تتحسن العلاقه؟ اقتراح تصفى القلوب، العباد كيما 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 يرى روحه يرى غيره، كيما يحب الباهي الروح يحب الباهي لغيره، وكاو ونقدروا بعضنا ونحاولوا ديما نلقاو الحاجه الاسهل بالمعامله اللي تلقى الحل مش اللي تزيد تلقى مشكل. وكاو انت قبيله حكيت على الحادثه نتاع الكف، عفى الله عما سلف، مسامح مسامح عندي حتى مشكله، ما ماذا بيا فما كل يوم راه الحكايات هذه تصير، مش كان مره ولا معينا ولا راه كل يوم، منين ما تلفت تلقى شكون يهين في شكون، ولا تلقى ماذا بيا نفوتوا على الحكايات هذه كله، كيما وكيما ترى روحك ترى غيرك، وكيما ما تحبش روحك ولا ما تحبش ولدك ولا ما تحبش خوك، ما تحبش في البراني ولا اللي تو، ما احناش برانيه احنا معناها ولاد بلاد واحده اكيد. يوسف يعطيك الصحة، شكرا على حضورك. يوسف البرهومي مغني الراب اي كي اي شنو؟ ستار 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 عاصفة هكا، دونك نلقاوك على اليوتيوب هكا ولا نسمع اغنياتك معناتها اللي مغسولة عندك الكل على اليوتيوب مهبط ديجا معناها عندك برودكشن. انا اي ما كان عندي شان وتوا حليت شان اخرى وبديت نهبط وقاعد نخدم، ان شاء الله نقدم وان شاء الله نوصل وان شاء الله نفيد حتى غيري كي يسمعني شكون نهزوا الاثنيه السمحه ان شاء الله. هذا هو استغرام على اليوتيوب على الفيسبوك على الانستغرام، هذوما لي ريزو سوسيو اللي نلقاو فيهم يوسف البرهومي مغني الراب اي كي استغرام. شكرا ليك، شكرا على حضورك بحثنا. امل عاشوري طالبه بكليه العلوم القانونيه والسياسيه بتونس، شكرا ليك. كلمه ختام في 5 ثواني كان نجم. بون البوليس راهو خونا راهو بونا راهو ولحومتنا راهو جارنا، دونك نخليو نبعدوا شويه على ما نخليوش العباد تستثمر وتبني على علاقه نجم تكون معناها سوء تفاهم، سوء تفاهم تاع دقائق يصوروه ويبدلوه ويوجهوه كما يحبوا هما. البوليس منا وفينا ونجموا نلقاو حلول ما خير من هكا برشا ان شاء الله. شكرا لك كمال عاشوري طالبه بكليه العلوم القانونيه والسياسيه بتونس، مثلت شباب في حلقتنا لليوم، هذا جزءنا الأول من حلقتنا، وفي مازلنا مكملين معاكم بعد الفاصل. بعد الفاصل سألنا أو بليتو حكينا مع عنا بعض الشهادات الحية اللي تنجم تثري معنا وتفيد في حلقتنا لليوم. خلينا نخرج فاصل ومكملين معاكم في الناس حكايات، ما تبعدوش. سعيد الطويل محب المحبين الترجي العزيزة الغالية علينا، بين الأمن والجمهور هي فهمتني علاقة فهمتني عادية فهمتني، إلى الجمهور فهمتني مريقل معناها أغاني محترمة، أغاني معناها في 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 كان في الروح الرياضية بتذكرته يدخل فهمتني الملعب ما تقع حتى
أي مشكل معناها فهمت ولا لا، بل بالعكس فهمت ولا، الأمنيين قايمين بواجبهم كيما احنا جن التنظيم قايمين بواجبنا فهمتني. هذا ما فهمتي لا موجود فهمتي، لكن ساعات ساعات تخرج شوية هكا بعض جماهير على الميثاق الرياضي ولا على على اللعبة فهمت ولا. فمن دوره الأمني باش يحفظك الناس اللي زي جاية تتفرج هذيك وتحب الكورة للكورة معناها، باش ما تتقع لهمش حوادث فهمتي في الملعب فهمتي. الأمني خاطر يحس اللي المواطن زاد هذاك اللي جاي يتفرجك نظيف أمانة في رقبته سبحان الله معناها. ما 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 هيش علاقة معناها متاع تصادم ولا علاقة متاع متاع أمني يستنى المواطن فهمتي معناها بقل حاجة باش يكبش فيه ولا العكس. بالعكس لا فماش هذا فهمتني، الناس تدخل فهمت لا تشد بلايصها اللي يغني اللي فهمتي لا، الناس كل تتفرج في المقابلة فهمتي لا، ما فماش معناها يعني شيء مبيت ولا كذا. لا 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 هذا للأمانة فهمتني، ما فماش حاجة مبيتة بالنسبة للأمني للمتفرج معناها فهمت ولا في الملعب هذا ما فماش فهمتني. إنسان ناس قائمة بواجبها تخدم على رواحها، بل بالعكس بل بالعكس أنا ريت الأمنيين ومشكورين فيهم اللي ما يخليوش شكون اللي شارب خمر مثلا يدخل الاستاد فهمتني، باش ما يقلقش فهمتني المتفرج اللي جاي يحب يتفرج في كورة للكورة فهمتني، يتصدى وما يخليهوش يدخل ويمنعوه فهمتي لصالحك المتفرجك الإنسان اللي يحب يتفرج الكرة الكرة. أمنيين وصلوا يتقاسموا مع المواطن حتى اللمجة فهمتي ولا، فما جمهور في ما بين الشوط والشوط يخرجوا معنا ما يلقاوش حتى كاسكروتات في البيفات هذيك، يوصلوا حتى الأمنيين يعطيهم كاسكروتاتهم يعطيهم اللمج معناها، ما فماش علاقة كل علاقة معناها متاع كره ولا ما فماش. ما أنا للأمانة ما ريتش الحقيقة فهمت لا، بل بالعكس احنا وصلنا في مقابلات اللي الأمن يوصلنا من رادس من رادس من رادس مرة في ديربي من رادس جمهور متاع النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي فهمتني، والأمن في وسطهم من رادس على الأقدام حتى البرشلونة فهمتي، والأمن يمشي فهمتي ولا معنى مصاحب للجمهور باش ما يقعش أكل تصادم ما بين الجماهير. تغيرت العقلية صحيح، عقلية توا الشباب متاع العشرية هذه فاتت ولا العشرين سنة اللي فاتوا صحيح، الشباب معنى العقلية تغيرت شباب ولا الحقيقة للأمانة معناها التأثير نقص، التأثير نقص والنضج نقص متاع الحقيقة باش نقولوها أخلاقيا معناها، والكبار سلمت معناها ما عادش صاحب ولده للصطاد ولا يمشي معه للملعب باش يأطره باش ما يخليهش يمشي الهكة والهكة معناها متاع فهمتي مشاكل ولا كذا، ولا والصغار تمشي وحدها. لذا هذه حاجة بادرة اللي ولا وإحنا ما نحبوهاش، اللي فهمتي السلطة خذات قرار اللي معناه أقل من 18 سنة ما يدخلش للملعب معناه، شوف معناه كيفاش وصلوا معناه، علاش خاطر الصغير ما تعرفش عليه شنو اللي باش يعمل لك، صغير يقول لك إنسان صغير معناه مازال نافح بروح ومازال فهمت ولا يحب يعمل يحب ينجز يحب ما يقعدش معناها يقول وإحنا جاي للكرة للكرة. لا تشويش كبير برسا بصراحة، تبدلت فما تشويش الحقيقة متاع ربي موجود التشويش، شفناهم حتى في خيان معناها ساعات تتصادم حتى مع بعضها جماهير مع بعضها، وهذا يحز في أنفسنا ما نحبوهش احنا، ساعات ندخلوا احنا بيدنا ندخلوا نحز لا عايش ولدي يهديكم تفرجوا في الكورة. الحقيقة هذا شفناه على أرض الواقع شفناه، والحقيقة
فهمتي؟ وهكاك والله وهذه كلمة صدق معناها وكلمة للأمانة. والله الأمنيين هكاك معناها يبدأوا عندهم ضبط نفس كبير برشا وما يردوش فعل معناها والله، ويبدأوا معناها يريضوا فك الشبابك الصغير خاصة اللي صغار صغار، وياخذوا نقولوا احنا بخاطرهم عايش ولدي يهديكم اركحوا تفرج عايش خو. شفناه هذا وسمعناه حتى بوذنينا. مازلنا مكملين معاكم وهذا جزءنا الأخير من حلقتنا لليلة للناس حكايات. شكرا لكل من ساعدنا وساهم في نجاح حلقة لليوم. إن شاء الله يا ربي كنا توفقنا في تسليط الضوء على حاجة، على ظاهرة موجودة عندها سنوات، ما ممكن رانا الأوائل اللي نحكيه عليها، لكن الفايدة مش في من كان الأول، بل فايدة في الأثر اللي نحاول نخليوه. وبيكم انتم بتبيع مع بعضنا نتعاونوا، أنت كمواطن والأمني زاد كيف كيف، تذكر اللي أنت مهما تكون عندك الكاسكات هذيك ومهما تكون عندك اللبسة هذيك راك ترجع مواطن. فخلي علاقتنا كل ما بعضنا طيبة، لأنه اللي يجمعنا واللي وحدنا هي تونس. خلينا نجيك أيمن القاتري، أنت كأمني ورئيس منظمة أمن شباب تونس، قبل ما نقترحه مع بعضنا وبلتو نعطيه فكرة لبعض الحلول الممكنة، خلينا نشوفوا نبربشوا بعض المشاكل كما سألتك قبل الفاصل. أهم المشاكل يعانيوا منها الأمنيين في تونس، باش نكونوا زادة كيف كيف موضوعيين وما نقولوش للأمنيين كلهم خايبين، لأنه ما همش كلهم خايبين، فيهم برشا، فيهم برشا باهي. شنو هو المشاكل اللي تعرضوا لها؟ باش نقولوا مشاكل، معنا باش نطرحوا توا مسألة الطلبات متاع الأمنيين. اليوم من أهم المطالب الأمنية المشروعة واللي نتصور معناها من حقهم اللي هو قانون أساسي. اليوم الأمنيين طالبين قانون أساسي يحميهم أكيد جدا، وقانون أساسي يضبط ما إليهم وما عليهم. هذه حاجة. اثنين، مطالبات متاعنا كأمنيين ماذا بينا تكون النيابة العمومية حاضرة معنا سير تيرا في كل الاحتجاجات اللي تصير، هكذا يكون الـ الـ الفيصل والعنصر المحايد يكون موجود، وهو بطبيعة اللي يكون أدرى منا نحن بالتصرفات هذية معناها. كيف احنا طالبين طلبتها في منظمة شباب تونس لبوديكا مدوكم فيدي اللي كاميرا اللي يتعلقوا في الأزياء، هذا بينا زادة كان الدولة اليوم ميسيلش تخمم عنها في علاقة الأمني بالمواطن وتوفر الحاجة هذه، لأنها تخدم علاقة الأمنيين وتخدم علاقة الأمنيين بالمواطنين وتخدم الأطراف هذوما الكل، وتعزز الثقة بيناتهم. بالنسبة كيفاش فكرة لبادي كام؟ لبادي كام معناها كاميرا محمولة تكون معناها بطبيعة كما قلت لك أنا تحت مراقبة النيابة العمومية، كونكتيب قاعة العمليات، معناها كما في هدف منها بطبيعة باش تضبط معناها العلاقة هذه في إطار الاحترام المتبادل، في إطار حوار يكون معناها مش مع في 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 إطار نظيف ويكون معناها علاقة طيبة واحترام متبادل. هذا هو اللي نحبوه معناها احنا، وبالطبيعه باش ما نخليو حتى حد يستد في المياه العاكره ويركب على الاحداث ويستغلك التجاوزات الفرديه اللي تصير في بعض الاحيان من بعض الامنيين اللي بتبيعها ادارتنا والوزاره نتاعنا وجو لها تحيه اللي هي بالمرصاد لكل التجاوزات هذه. حاجه اخرى زاد كيف كما اي دومين اخر، اليوم الامني للاسف قاعد يتعرض لاكبر معناها خطر موجود في تونس واللي هو الارهاب، ومن اكثر العباد اللي قاعده معناها متعرضه للخطر هذا، بينما كي نجيو نشوفوا منحه الخطر ما تفوتش 250 دينار. معناها شيء معناها ينادى له الجبين، شيء معناها مؤسف جدا كي نشوفوا هكا. اليوم الامني يطالب معناها من اقلش معناها من 900 الف دينار منحه الخطر، لانه انت تعرف اللي يخرج ما يخرج من الصباح ما يعرفش على روحه يروح ولا لا، وكيف عائلته مهدة بالخطر، صغاره مرته. اليوم الإرهاب ما يفرقش بين الأمني وبين عائلته، يستهدف الناس الكل، هذاك علاش يطالب الأمني اليوم بمنحة الخطر هذايا باش ترتفع وأقلهن معناها. كيف الأمني اليوم عنده مطالب من السيد رئيس الحكومة اللي نوجه له معناها
التحية اليوم رانا نحبوا فما المطلب نتاع 17 سنة ذاك اللي هو في التسوية المهنية في السلم نتاع الرتب الأمنية اللي يطالبوا به. كيف كيف الرسالة نتاع زملاء حامل السلاح من الديوانة اليوم كيف كيف هما زادة لازمهم معناها تسوية في الأمور نتاعهم المالية، اللي زادة رسالة من هنا نحبوا زادة كيف كيف أمورهم تكون منظمة. هذوما راهم أعضاء معناها في منظمة شباب تونس نعرف نعطي فيك معناها كيف زادة نطالب باش الأمنيين يكون عندهم كما الزملاء في الديوانة نسبة معناها من العائدات اللي دخلوها سنويا للدولة، لأنه أنت تعرف أكل المحاضر والمواضيع هذيك كي ياخذ الأمني في آخر العام نسبته مش حاجة معناها ماهيش حاجة معناها جديدة موجودة معناها في سلك الديوانة، ماذا بينا زادة تولي في السلك الأمني زادة موجودة. هنا أنا راه نعطيك في حلول باش تنقص كل ما هو دعايات وكل ما هي رشاوي وكل ما هي حاجات هذوك لمكافحة بالطبيعة. نحن اليوم شنو مكافحة الفساد، ها نعطيك أنا حلول معناها أعطي الأمني طلباته أنت اليوم وبعد حاسبه حاسبه باللي تحب أنت اليوم. إذا كان أنت ما توفرلوش يا فادي أبسط حاجة قلت لك راه منحه القطار من با 250 دينار وهو راه يخرج ما يعرفش على روحه يروح ولا ما يروحش، فهمتني كيف كيف عندنا مشكله كبيره في التنقل. كلنا معاكم بطبيعه تكونوا انتم اولاد التيره معناها ما نجمش نجي نقول لك انا كمتفرج من بعيد انت ليه وشنو هي طلبك. ها خناتي طلباتي وخليك كيف 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 التوانسه الكل اليوم كما قلت لك القانون يكفل لي هذا. كيف كيف عندنا مشكله كبيره في التنقل، تشوف في برشا بوليسيه للاسف معناها يقفوا في الرومبونات وما يلقاوش وقت باش يروحوا تو كيما توا هكا لا فما ترونسبور لا فما حتى شيء. دونك اليوم ظهر لي موش برشا على الامن اللي قاعد يضحي بروحه ويضحي بحياته ويخلي في دمه معناها في الارض التونسيه هذيا كونك باش تنجم على الاقل توفر له سياره بمعلومه التكلفه معناها فماش علاش معناها يخلص اكثر برشا ما ديجا انت شريته مش لك الكل وان بلوس يدخل على قرض ويدخل على كذا يلقى روح من بعد ياخذ في مواد ترونسبور وساعات ما يخلطش عليه وتو برشا مشاكل قاعده صايره. دونك سياره بسعر التكلفه كيف كيف كان نحكيه على يقول لك ساعات الامني فينيات ولا فيمي ولا كذا اليوم راهو يعمل فيمي خاطر لازم يكون عنده فيمي لانه مش خاطر باش تولي سياره مميزه ولا كذا، بعض الحالات يكون امني مرفوق بسلاحه، بعض الحالات يكون معناها عنده الزي نتاعو، ينجم يخليه في كربه، ينجم تسرق له، ينجم كذا، فهمتني؟ هذا هو لازم حاجات كيف كيف الفينيات راهو من حق الامني راهو اليوم باش يمتاز بالامتياز هذاك، علاش اليوم نشوفوا نحن اعوان في اقول لك انا علاش نشوفوا السوناد ما يخلصوش ماء، السكاك ما يخلصوش الضوء. عاد الامني زاد عنده الحق زاد باش ما يخلصش فينيات في دون لو طون في عاد بورقيبه كان ما يخلصش فينيات والناس الكل تحترم المرحوم معناه والزعيم الحبيب بورقيبه علاش يحترموه معناه في الحاجات الاخرين اللي فاتوا في الامتيازات هذيا ما لازمش تخلص على الكياسات الامتيازات ما كل لازمها تتمتع بالامتيازات هذه حاجه فادي راك انا نعرف اللي انت معناها ماذا بيك معناها تولي ما تخلص ماذا بيا انه ما خلصش الفينيات على الكياسات انا راه نعطي فيك نحكي معناها من غير اقنعه ومن غير محاسبات اللازم راهو هذوما حاجات اذا كان ثم الامتيازات هذه تكون موجوده واذا كان مثلا هو يحس روحه اللي هو زاد مجبر والا مسلط عليه ضغوطات مش خاطرني انا امني اليوم نتسب ونتهان ومعرض للموت وما نعملش تعرف النقطه هذه اي من خليني نحل معك قوس ونستغل وجودك بحذانا وانا نتابع حتى في صفحتكم صفحه منظمه امن شباب تونس من الامنيين ومن المنظمات ما نحبش نقول القلائل لكن الموجوده اللي تسلط على الجانب الايجابي. أيم أحكينا على بعض عاد كيما نقولوا اللحظات الحلوه اللي تسلط فيها الضوء اكثر على الامن الايجابي عاد كيما نقولوا احكي لي على بعض الامنيين اللي ليتهم قاموا مواقف محلها تشرف قاموا مواقف سبقوا المواطنه نتاعهم على مهنتهم ولا على كاسكيتهم. اليوم احنا اليوم راهو امنيين كي تقول امني راهو تقول زملائنا الكل حاملين للسلاح اخر حكايه شفناها كانت الواقعه نتاع الفئات الحمراء اللي شفتوها نتاع العون اللي في السجون واللي برشا كي قلنا نحن راهو هذايا راهو زميل في السجون والسلاح
قالوا ليرة والسجون حاجة والشرطة حاجة والحرس حاجة. أنا في الأخير أنا صف واحد وخوات وزملاء، ورانا بتبيع أنت تعرف معناها الكلهم ولاد تونس والكلهم دربوا تونس، وهذوكم بالعكس رفقاء الصف. ورا ما نحبوش نحن نعطيك انا حاجه اخرى، ثم زاد الواقعه نتاع الحادثه نتاع تعرض الفتاه للاكسيدون نتاع التران هذاك، كان زاد عون امن موجود واسعفها، ولو كان ما جاش اسعفها راه كانت نجم تموت معناها في الواقعه هذيك. برشا يقولوا لا هذاك دورك، لا دوري ما يحتمش عليا، خارج اوقات العمل باش نعرض حياتي للخطر الكبير هذاك والكل، وقت اللي هو كان ثم واحد اخر ينجم يخسر عين راتو عين مراتش ما دام ماهوش فوق الخدمه وما دام ما فماش قانون. الانسانيه ما فيهاش لا لا ما فماش قانون يحميه معناها. شوف اليوم اذا كان راك انت تدخر، راه برشا حبوا باش يعملوا الباهي يلقاو لواحد يعني في الخايب. معناها ثم حاجات راهو تنجم انت تمشي في بالك اللي انت هذاك، علاش كي نرجع لك القانون الاساسي باش يحمي عون الامن او قانون يحميه، راهو مش معناها باش يولي لك اللي كنت نقمه مش لا بالعكس، هو راهو باش تولي هذيك باش تضبط العلاقه بين الامن وبين المواطن وباش يقدم الامن. والامن اليوم كان ماهوش باش ياخذ معناها الطلبات نتاعو بالطبيعه، هذوما طلبات مشروعه موجوده حتى في الدول صح. المتقدمه معناها كما قلت لك فما حاجات ما يعرفهاش المواطن، لكن انا خليني مثال بما اني انا جلست اليوم ومقابلتني كاميرا، خليني نوجه معناها النداء لرئيس الحكومه باش تعجل اليوم. انا نوجه رسالتي للنقابات الامنيه باش تتوحد اليوم، نوجه انا رسالتي للجمعيات اللي موجوده اللي تخدم على علاقه الامن والمواطن باش تكبس شويه ونزيدوا نقدموا بعضنا ونجيو نحطوا ايدينا في ايدين بعضنا باش تتحسن العلاقه بين الامن والمواطن. اليوم زاد الطلبات هذوما كما قلت لك، كسوا معناها سياره بسعر التكلفه، كسوا معناها 17 سنه هذيك في السلم المهني نتاع الامني. كيف الامني اليوم علاش يوصل مهنه شاقه، مهنه الامنيه اخويا، علاش معناها ماشنا كما زملاء ورفاق معناها السلاح في الجيش الوطني 25 سنه وسافا نجم يرتاح، علاش اليوم امنيين؟ نحب نتوجه ونترحم على زميلي وخويا سي مراد العرفاوي رئيس منطقه المروجات اللي معناها توفى عنده نهارين الله يرحمه، من خيره ومن اعز معناها رجال المؤسسه الامنيه. وكتشوف انت الجنازه نتاعو ما شاء الله معناها عباره جنازه معناها رئيس دوله مش رئيس منطقه، تفهم مليح اللي راهو العبد كي يبدا راجل وخدام ومحبوب سواء ما عند المواطن وما عند الامني. علاش اليوم احنا عندنا بغض وحسد في من بعض المواطنين؟ هذا السؤال الاول اللي بدينا به. علاش سامحني يا اخي الامني شكون هو؟ يا اخي ما هو انت خاطر انت دفعت وما قبلوكش اليوم تولي كونتر المؤسسه الامنيه في بعض، ثم بعض الاطراف راهو فادي ما يصيرش ممكن هذا السبب. لا ما نقولوش مش هذا السبب، خاطر بكري مثلا كي تواجه انت مثلا سؤال لاحد الشباب تقول له والله مش كان انت بازره فما غيرك، كيف تو كي نقول لك راهو هكا تقول لي تنجم تكون برشا اسباب اخرى. مش هذا السبب، لكن موجود السبب، فما برشا اسباب اليوم من كونه عدم الالتحاق بالسلك الامني مثلا ينجم يعمل النقمه، عدم انا نحكي لك معناها هذا صار معناها ديبا كبير وشفت برشا شباب وحكيت معاهم. اليوم تمشي للاستاد وتتضرب كما كان يحكي يوسف كيف تولي تعمل لك نقمه، مثلا انت يخدم زميل مثلا في رون بوان والكل تصير مناوشه مع 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 مواطن تتسب مؤسسه كامله والناس الكل تتشيطن وتولي الامنيين الكل كيف ليه؟ بالعكس راه فما الباهي وفما الخايب وهذوكم هما يتصلحوا. احنا مثلا جات تشكيات كبيره في بعض الرون بوانات وكذا اللي فما استفزاز فما ابتزاز، هذوكم نحاولوا نقصوهم. توا ما شاء الله باش تولي تخدم لي كاميرا اللي في رون بوانات الكل، دونك شنيا باش ينقص تولي ثم تولي كاميرا بالطبيعه بالطبيعه تولي عنصر الرقابي موجود وما فما حتى حد ينجم يركب على الاحداث. هذا بعض الحلول بالطبيعه، انا نضمن حقي وانت تضمن حقك. انا قبل ما نختم معك نحبك تبارتاجي معي بعض الحلول اللي تراها تنجم تكون ناجعه، لكن اسمح لي خلينا نرجع للمروه مازلت باش نكمل نختم معك ايمن بالطبيعه. مروه خلينا نعطيه لمحه على بعض الحلول المقترحه اللي تنجم تصلح العلاقة بين الأمن والشباب والمواطنين بصفة عامة. أنا شرت بكري على الرقابة، قلت يلزم يكون فما دور رقابي مهم على خاطر الأمن يلزم يحفظ حقه والمواطن يحفظ حقه. عندنا التربية والثقافة، باهي الثقافة هي اللي يحكي فيه من بكري كيفاش نتعاملوا مع الأمن وكيفاش الأمن يتعامل معنا، هي مفهوم ثقافي، هي عقلية. هذه كيفاش نغيروه؟ نغيروه من الساس، نبدأ من التربية،
من التكوين من مؤسسة تربوية. وقت اللي نفهموا الطفل انه راهو لازمنا نحترموا النظام، مش نحترموا البوليس في زايو، لا نحترموا النظام خاطر هو ممثل النظام هذاك. معناها وقت اللي انت تخرج تحب تسب البوليس ما عنده حتى دخل، هو انت يلزمك تحترم النظام هذاك وينعكس احترامك على البوليس، على البوليس صحيتك. دونك يلزمنا زيدا نشوفوا دور الدولة في الجانب الاقتصادي، اكل القوى السوق الليبرالية اللي قاعدة تتقوى في تونس هي اللي تعطل في الشباب راهو على العمل، هي اللي تخلق لنا. شوف الشباب راهو هو ما هو إلا كلمة كما يقول بيير بورديو، لكن هو طاقة. الطاقة هذيك كي نشوفوا احنا من النظام الإقطاعي للنظام الصناعي للنظام توا التكنولوجي والرقمي كل، هو طاقة مستهلكة، يحس في روحه هو ماكينة، يعطي ما عنده في المقابل مش ياخذ في شيء. معناها كان حلينا معاه من نخدمه، كان في الفلاحة يهبط بعضلته ويخدم ويضرب الفلاحة، كان توا في الانترنت تلقى عندنا دي جيني، لكن ماهوش يستثمروا فيهم. صح. دونك الدولة يلزمها تخدم دورها، كل ما نجي للبلاتو نقعد في البلاصه هذه نقول الدوله يلزم تخدم دورها، خاطر المشاكل الاجتماعيه نتاعنا الكل مربوطه راهي شين، فما ارتباط كيما سلسله، معناها كل قطاع يربط خوه. اذا كان ضيعنا قطاع فيهم رانا ضاعت الدنيا الكل. معناها هذايا اللي يحكي فيه توا المشكل اللي صاير بين الامني والمواطن، لو كان جاي فما ايكيليبر اقتصادي وإكيليبر اجتماعي كانت برشة برشة إنرجي زايدة نيجاتيف تتنحى. صح. كانت ما تصيرش هذي. وقت اللي يهبط معبي سرويله ويوقفه بوليس يضحك له، ما يحاولش يطلع معاه، خاطر هو وقتها يحس في روحه عنده سلطة، عنده لي مويان باش يقعد يعمل كيف زادة بالنسبة للأمنيين صحيتك، مش معناها يبدأ واقف في رمبو يجيبه فارغ ويخمم في مرته ويخمم في ولده اللي باسه قبل ما يخرج وميمته ولشاءاته رسناج وهو جاي 50 كيلومتر أو 100 كيلومتر، ومن بعد يمشي في رمبوا يهبط يشتر شباك ويحقره، لأنه هذاك شاريت البوليس ما تمثلوش من حق سهريت السيد هذاك. دونك يحس حتى هو بالاستنقاص. هذاك علاش اليوم راهو مطالبين ونطالبوا الدولة كيف كيف بالنظرة الصحيحة للأمنيين اللي هما اليوم مستحقين، باش كيف كيف تعبي لهم زاده مكتوبهم، باش ما يحسش بالنقص، باش كيف كيف يحس روحه اللي هو غالي للدوله ذي، مش معناها روحه من ارخص ما يكون بالنسبه لبعض الاشخاص. ونحن كما قلت لك سامحني كي قسيت عليك، سامحني حمدتي زربت كنتش نقولوا لك اي فوالا، خلينا نكملوا مع مروه، خلينا نكملوا مع مروه. لازم زاده كيف كيف يخموا فيه، خمم له في مكتوبه، وما تجيش انت ديريكت للحساب والعقاب قبل ما انت تخمم شنو يعطيته السيد. هو مواطن يلزم كيما نوفر، كمل لي فكرتك مروه، كمل لي فكرتك. للشاب هذاك انه يكون عنده لي مويان باش يستهلك باش يعيش، تو انت وفرت له مجتمع استهلاكي. البوليس كي نحيو زيه مش باش يمشي يقضي ويكونسومي ويعيش، هو يلقى كان اليد يعني يلقى حاجه ناقصتو باش يشريها، حتى لابس زيه ما عندوش باش يكونسومي، لانه هو ما ينجم يمشي حتى باش يمشي يخدم، ما ينجمش حتى باش ياخذ تاكسي، لانه شهريته ما توفرلوش باش ينجم ياخذ تاكسي، والمواد ترونسبور ما ينجمش يقعدوا حتى من بعد وقت، وحتى لابس زيه حتى باش يمشي يشري حاجه دو فالور باش ياكلها ما يخلطش بالنيفو نتاعنا نحن اليوم وهذا والبلاصه اللي هو يخدم فيها ويخدم في وقت اكثر من وقته. معناها راهو ما تتصوروش اللي هو كل سؤال لابس زيه ولا منحي زيه، صدقني انا نجم قادر باش نجم يعيش. اليوم راهو مش خاطر اليوم البوليس ما نجمش باش يخرج، الوضع الاقتصادي سافا با والعباد كلها تحتاج يزيد يسيب هو يهبط يحتاج، بالعكس البوليس اليوم شاعر بالمسؤوليه، مش قاعد هابط يحتاج، وعاد نقابه امنيه قاعده تقوم بالواجب نتاعها، لكن الرساله شحال وصلوها الرساله هذيا، راهو من اكثر الناس اللي قاعده تعاني. محلي البوليس اللي تحكي عليه وان شاء الله نشوفوه في الشارع. كيف؟ محلي البوليس اللي تحكي عليه وان شاء الله نشوفوه منه برشا. نحكي لك على بوليس ما عندوش امور سافا، تقول لي محليه؟ لا معناها محليه التصوير اللي يحترم اللي قلت لي اللي يحترم واللي قاعد يطبق كل شيء. محليه التصوير ان شاء الله نشوفوها برشا في الشارع. في شارعنا ما نعرفش. كمل لنا الفكره مره بعد. تقول قلة حاجة وقلة قلة قدرة ومعاها بوليس لابس كسوة متاع سلطة، راهو يلزمو يتصرف بالعنف وبالقهر، ويلزمو يلزم يخرج منه الانرجي هذيك، سينو ما يوليش نورمال. أي مواطن تونسي مش لابسه زيه ويولي في بلاصته صحيح ولا يتصرف أنا خليت البوليس كمواطن راني ما نفرسش ولا فارغ مانيش نفرس. حط إنسان ما عندوش لي مويان وأموره تعبه ومن فوق لابسه لبسة متاع سلطة وما تحبوش يكون عنيف ولا ما يخرجش الانرجي نيجاتيف، راهو ماهوش إنسان،
خاطر انا الاولى وقت اللي نبدا ما عنديش لي مويان ولا نقصتني حاجه ولا مخي ليه في حاجه ولا مشغوبه بحاجه راني مش نكون طبيعتي مش هي هذيك طبيعه الانسان هذيك الانسان هذيك الفينومين هو كظاهره في اقل من 30 ثانيه اهم الحلول المقترح اهم الحلول نخدموا على الجانب التربوي ندير سنتيانا لي كلوب نفهموا شنية البوليس شنية السلطة شنية الدولة التربية المدنية اللي ما عاش عندها قيمة نحيروها في المكاتب ونفهموا نفهموا دستورنا شنو مفهوم الدولة نخليه الناس هذية تحب البلاد هذي باش تحب البوليس وباش تحب باش تحب معناها الظاهرة ككل وخاصة العقلية العقلية راهو كي يغلط واحد مانيش الكل غلطين وكي يغلط مواطن مش المواطنين الكل خايبين معناها كسوى البوليس ولا المواطن راهم اثنين اللي يغلط فيهم راهو حالة شاذة ما تقصش عليها ما نقيسوش عليها حاجه ستاندار فهمت دونك يلزمنا نكونوا عقلانيين يلزم الدوله هذه تعرف دورها في الجانب هذا وفي الجوانب الكل اللي قبيلك اشرت له اكيد شكرا لك مروه المدب ايمن تقوموا بدورات اكيد بخلاف التدريبات الامنيه عندكم دورات في علم النفس في التواصل ولا لا ايش انا حتى في التدريب موجود شيء هذا معنا قارين علم نفس قارين تواصل نخدموا معناها على الجانب هذا ديجا معناها وزارة الداخلية قاعدة تخدم في شراكات معناها مع مؤسسات دولية كما الأمم المتحدة على الشيء هذا وبالطبيعة عندنا دورات في التأهيل والحمد لله معناها قاعدة تقرب ولكن هذا راهو وقتاش باش معناها تشوف الثمار نتاعو ما يجيش معناها ديريكتومون في فترة كما الفترات هذية مستوى كما قالت الأستاذة مستوى اقتصادي ما يخليكش معناها يعتم لك الصورة هذيك وقت أنت واحد كي يبدأ معناها مواطن يجيبه فارغ ولا الأمن يجيبه فارغ ولا الدولة سافابا في مواضيع أخرى دونك ما تنجمش أنت باش تنجم تحكم على الجانب النفسي وإلا الجانب معناها المتاع اللي كنت تحكي فيه معناها كسوة متاع دورات ولا كذا لأنه الواقع يغلب ويعكس حاجة أخرى هذا كلمة الختام أيمن دونك كلمة الختام كيف معناها كالعادة نحب الطلبات هذوما اللي قلتهم ماذا بينا راهو يتواجدوا معناها على أرض الواقع ماذا بينا ما فماش معناها تمييز بين النظام وبين المدني ورسالة معناها زملاء والأصدقاء للإدماج وهذيا معناها خلي كل سلك يخدم خدمته كيف الوكلاء والنظار حقوقهم لازمها معناها طالبوا باش ياخذوهم المفتشين عامين تمثيل معناها ماذا بينا زادة ياخذوا حقوقهم ثم رم طلبات رم مؤكدة جدا معناها اليوم في صفوف الأمنيين لأنه ما لقيناش وقت حتى باش نطالبوا بهم فهمتني منحة الاختار ذوما هما معناها ماذا بينا أول حاجة القانون الأساسي اللي يضبط معناها ما إلينا وما علينا وما تروا منا كان الباهي وبيحاول إليه مش تتصالح إن شاء الله يا رب يعطيك صحة أيمن القاتري أمني ورئيس منظمة أمن شباب تونس شكرا على حضورك مروة المدب في ثواني كلمة الختام نحب نقول حاجة تيجي اللي راهو شباب أطفال ما بعد الثورة اللي هما شباب توا راهم يخوفوا أكثر من شباب متاعنا قبل خاطر شباب عرف برشا انقطاعات دراسية وعرف برشا ضياع معناها في مستوى المؤسسة معناها على مستوى المؤسسة التربوية الشباب هذايا راهو ينجم يخلق لنا فينومين متاع تمرد جديد وفينومين متاع شباب عاصي خاطر ما تأثرش خاطر ما تفهمش هذه يلزم ناخذوه بعين الاعتبار راهو الشباب اللي ديجا لين عمره 9 و10 سنين يقول في كلمه كبيره ويضرب وكذا هذاك الشباب اللي جينا بعد الثوره هذاك الشباب اللي لقى وقته الكل في الدار كونفينمون درشنيه دونك هذايا الشباب لازمنا نخدموا عليه سينو باش يعطينا جيل ربي يهدي تعقيبا على كلامها سامحني في ثواني راهو لازم الناس الكل تتحمل مسؤوليتها اليوم راهو ثم المحيط المدرسي لازم يتحمل مسؤوليته المدرسه تتحمل مسؤوليتها الاسره التفكك الاسري الناس الكل كل واحد فينا معناه يخدم خدمته ونحاولوا كل واحد فينا زاد يحافظ على صغاره ويحافظ على شبابه ويحاولوا نفهموا بعضنا هذا هو يعطيكم الصحه ضيوفنا اللي حضروا وبحضنا الشباب وايمن القاتري امني ورئيس منظمه امن شباب تونس شكرا على حضورك يعطيك الصحه بالتوفيق ان شاء الله لكل الأمنيين وراو في حلقتنا اليوم صحيح نزلنا شوية لكن ميم طون حبينا نسلطوا على الجانب الإيجابي راهو فما برشا أمنيين شرفاء برشا أمنيين بالرسمي لابسين أكل كاسكات هذيك لباس صحيح وقاعدين همهم الأول والأخير هي البلاد إنها تتصلح
تحية لكم ويما كنتم وشكرا لكم على فعل واجبكم. مروة المدب باحثة في المجتمع شكرا على حضورك وكل مرة نتعبوكم معنا بحضنا باش تفيد. نشكرك برشا برشا الفريق التقني كل يعطيكم الصحة. ختاما في كل حلقة نحاولوا نطرحوا موضوع أنتم تحكيوا فيه سواء في القهوة في دياركم في محادثتكم الكل. فمرحبا بكم مواضيعكم عنا نحن نحاولوا نسلطوا عليها الضوء وكل في كل حلقة نحاولوا نختموا مواضيعنا بعض الحلول. متأكد أنه حلقتنا لليوم وصلت لبرشا إتوانسة ونورنا بها برشا أراء وأجبنا على بعض الأسئلة. من الأخر وعلى الأخر مهما تكون رتبتك حط في بالك أنه البلاد هذية أقوى وأعز وأغلى من أي حاجة ومن أي تسميات ومن أي منصب ومن أي سلطة ومن أي إنسان في البلاد هذه. إن شاء الله ربي يحفظ التوانسة الكل، إن شاء الله ربي يحفظ البلاد العزيزة الغالي. ردوا بالكم على بعضكم وردوا بالكم على أرواحكم وحافظوا على بلادكم بمبوخت انتي شنو بلاستيك. تلقاو إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. نسلم عليكم برشا برشا جمال تحيات فادي حمزة وكامل فريق برنامج للناس حكايات. صباح الخير، باي باي.